بارتاجيو بارتاجيو. السلام عليكم اخوان، بارطاجيو اخواتي معايا. حسام، حسام حسن مرحبا. الاول اليوم سبقك عبد الفتاح. سي عبد الفتاح، كونديسيون فيزيك عندك ضعيف هاد الايام. ضرب ضرب الاورغانيك مزيان، راه كليتي كتجي دوزيام. توحشكم الخير اخواتي. بحسام عبد اللطيف لامدي مرحبا. رضوان، رضوان مرحبا. خالد بن فايدة مرحبا. سعيد وهيب، سلام خويا. شاكور مي جيتي. هشام بلال مرحبا. يلا يلا الاخوان طلعوا اللايف مزيان. يلا باليو بارطاجيو بارطاجيو.
يالله المورال يكون مزيان ان شاء الله. يلا يلا اخوان سيمو بالي محمد عبيد رشيد 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 خويا السلام عليكم تحية احمد مامون يلا اخوتي الله بالي وبارتاجيو اخوان ما كيوصلهمش اللايف اميغو اميغو رشيد ويدا طورينو مرحبا ناس بطاليان حبطاليان مرحبا زالية يلا يلا يا اخوان يلا 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 طالب قريشي مرحبا خويا حسن وفتاح كوراج خويا كاين تبارك الله عليك خويا دريس مومي مرحبا بك خويا نونو مرحبا هشام صديق ديالنا مرحبا بكم متتبعي متتبعات ماروك سبور 24 ساعة مع الحمراء مباشرة من واشنطن معكم كريم تحية لكم جميعا توحش لكم أخوتي أتمنى تكونوا بخير وعلى خير بداية أسبوع موفق إن شاء الله بشي فرحة إن شاء الله غدا إن شاء الله كل شيء كيبشر بالخير إن شاء الله بالنسبة للوداد تفائلوا خيرا تجدوه إذن إن شاء الله غيكون خير غادي نهضروا على عدة محاور إن شاء الله هاد الأمسية هذه شكرا لكم حاولوا تبارتاجيو معنا نحاولوا نستضفوا الإخوان ديالنا اللي غينشطوا معنا هاد الحلقة دائما في ماروك سبور ساعة مع الحمراء السي رشيد من الدار البيضاء أهلا وسهلا أهلا وسهلا السي كريم تحية ليك وتحية للمشاهدين الكرام مرحبا بك خويا رشيد السي محسن موتسيماني مرحبا وكاين اخويا كريم ما كاين لا ماني لا والو ما عمرك باقي تهضر على الماني فهمتي قول موتسي هذاك الشيء كاين اخويا تحيه اخويا كريم والماني الساعه هو ان الوداد تشوج بالعصبه الثالثه هذاك هو الماني اخي كريم الله غادي تكون ان شاء الله مرحبا هو اخويا كريم بعدا نسلموا على الاخوان كافه وكافه الجماهير الوداديه تنوجهوا لهم التحيه في هذه الايام اللي صراحه ربهم باقي غدا اللي صراحه يوم كبيس اخويا كريم باش نتسناو غدا ان شاء الله باش نهار تقريبا يوم كامل باش نهار الاربعاء ربما يكون الحكم ديال الطاس اللي نتمناو يكون ان شاء الله صالح فريق الوداد واي حكم راه غيكون ان كافه المكونات ديال الوداد راه غتكون كانوا ان غيكونوا انهم داروا داك الشيء اللي عليهم ولا كان ان شاء الله اخويا كريم مكتبنا الله داك الكاس راه مرحبا ما كانش مكتب راه هنالك القاب ان شاء الله وباقي سنوات ان شاء الله غيكونوا تشويجات اخرى وهو اخويا كريم غير نحييك بعدا ونحيي السي ولو دخلت طولنا العرض في الموضوع حتى مالك صاحبي واش هو كل شيء حاجه اليوم مزيانه ومقاده شتك دخلتي طول عرض تخلينا نبداو بعدا وانت وغداك هذاك الشيء اللي البارح ما درناش اللايف اليوم بغيتي تعوض داك الشيء ديال البارح مرحبا بشي شغل اخوي كريم ستريس صالح راه كيتلفون
كيصيفطونا شويه الاورغانيك اخي والستريس ستريس هو اخويا كريم وي هو نحيو السي راشد نحيو السي راشد تاهو كافه الاخوان اخويا كريم مرحبا مرحبا اذا ان شاء الله غادي نهضروا على عده محاور غادي نهضروا على الناصري ادلى بشهادته للطاس اليوم كانت مطوله الا بغينا نقولوا غادي نهضروا على التصريح ديال البنزرتي والواحد البعض الاذاعات غادي نشوفوا اشنو الرد الفعل ديال الجماهير وديال 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 ديالنا حنايا العروض لا زالت تتهاطل على لاعبي الوداد وناجم والزمالك رادار الوداد في رصد دائم لمجموعه ديال اللاعبين غادي نهضروا على بعض اللاعبين وغادي نشوفوا واحد التقرير ووجدناه ان شاء الله والوداد ضد جمعيه سلا ثاني مقابله وديه اعداديه اللي بغينا نقولوا للمدرب الجديد اذا ننطلق بسم الله نديروا البرومو ديال البرنامج ونعود واحد 30 ثانيه ونعود إذا كنت من عشاق الرياضة إذا كنت متيما بعشق وداد الأمة ومهتما بأخبار القلعة الحمراء تابعوا برنامجكم ساعة مع الحمراء برنامج للشعب الأحمر ولمغاربة العالم مستجدات أخبار الوداد ساعة مع الحمراء أول برنامج ودادي 100% رصد ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة تهم نادي الوداد الرياضي البيضاوي عبر قناتكم ماروك سبور فانت كاتر على اليوتيوب كونوا في المتابعة. إذن عدنا لكم من جديد إذن نبدأ سي راشيد سي محسين نبدأ أول محور رئيس الوداد البيضاوي السعيد الناصري يدلي بشهادته للطاس نسمعوا الفيديو ونكملوا ان شاء الله الرابعة وعشرين دقيقة لا زالت الدفعات ولا زالت الاتهامات والردود ايوا ان شاء الله نتمنى لكم الخير ايوا الدفاع غادي يدي المهام ديالو وخذوا الشهادات ديال جميع الاطراف منهم حتى حنا وتنتمنوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يكون الخير كانت الامور منطقيه اتصلوا بهم لا حكم المباراه ولا من مندوب المباراه كوميسير دو ماتش واكدوا بان الواقعه كيف ما كانت بان الوداد لم تنسحب اللي كان وهو ان بعد الاشكاليه ديال البيت تماركا توقفوا طلبوا باش يرجعوا لهم الفار وحدا بغينا نرجعوا للفار الفار ما خدمش ولهذا اعطينا نهايه التصريح ديال السي سعيد الناصري شفناه اذا بعد ما خرج من الاجتماع اللي كان هو مطول من الصباح كنظن من 8 ونص صباحا الى الرابعه شتوه اذا كان واحد يعني مطول واحد يعني اجتماع الى بغينا نقولوا ولا مساءله ديال المحكمه ديال الطاس بالنسبه للرئيس ديال الوداد سعيد الناصري وبالنسبه للفريق الترجي اذا ناخذوا الراي ديال الاخوان ديالنا السي رشيد ما رايك في يعني في التصريح ديال سعيد الناصري هل انت متفائل هل انت يعني واش عجبك يعني الرئيس ولا شدك الخلعه تاعنا بحالنا السي رشيد كأي واحد ودادي عاشق لوداد المرأة فالتمني أو الأمنية ديالنا هي أننا نفوز بهذا اللقب لأننا كنستحقه وأننا تظلمنا فيه بزاف الأمور كما قال السي سعيد الناصري أنها واخد المجرى ديالها الطبيعي تنتظروا كما الجميع القرار ديال الطاس ونتمنى أنه يكون بجهتنا غير واحد النقطة السي كريم اللي حبيت أنني نتكلم عليها حاليا هي أن
الناصري أكد أن للحكم قسامة أو الحكم ديال المراقب ديال المقابلة أكدوا في أكدوا أن الوداد لم تنسحبوا هذه ضربة قاضية لبعض الصحفيين المغاربة اللي كانوا كيأكدوا ويتكلموا في منابر إعلامية عربية بأن الوداد انسحبت وأن اللقاء وأنه 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 الأمور الآن توضحت. اللي كنتمناه هو أن المحامي اللي عند فريق الوداد البيضاوي يعرفوا يترافعوا في هذه المسألة، يعرفوا كيفاش يقنعوا الناس بالتفوهات ديال الوداد، لأن هنا المسألة كتبقى على طريقة الإقناع القاضي اللي غادي يعني القضاة اللي غادي يحكموا كيفاش انك تقنعهم بالتفوهات ديالك. ونتمنى الامور تكون في صالح الوداد. حاليا انا متاكد، انا عندي احساس ان المساله غتكون في صالح الوداد، لان غتكون واحد النسبه كبيره جدا ان الوداد تفوز باللقب، وغتكون واحد النسبه ديال 30% او 35% ديال اعاده اللقاء. هذا بالنسبه اللي كنشوفوا من بعض الاخوه اللي كان عندنا اتصال معهم، رغم ان بعض المنخار اتصلت بواحد المنخار من فريق الوداد اتصلت به وحاولت انني نشوف الامور، فاكد لي على ان بكل صراحه باش ما نكذبوش على الجماهير الوداديه بان جميع الاحتمالات وارده. نفس الحال كان عندي اتصال مع احد المراسلين ديال احد المواقع التونسيه واستفسرته، اكد لي ان نفس الامور، كل فريق عنده الدفعات ديالو كيدافع عليهم بكل قوه واستماته. يعني المساله معقده جدا، فمن خلال طريقه الكلام ديالو معايا بحال عندي واحد الاحساس بان انهم مخلوعين من قرار الاصل. ونعاود اكد لك على المسؤوله القانونيه ديال الكاف اللي تكلمت هي واكدت على انهم كيبحثوا على واحد الحل كيرضي جميع الطرفين، لا الوداد لا الترجي، او الكاف تخليها في واحد الصوره اللي واحد الصوره غير مخدوشه امام الراي العام العالمي وامام الانديه الافريقيه. فهنا غادي نبقاو حنا بحالنا بحال جميع الاخوان اننا نتسناو قرار الطاس اللي كنتمناوه من قلبنا انه يكون في صالح الوداد الرياضي ونحتفلوا به ان شاء الله في الايام القادمه. السي رشيد، انا بديت الحلقه متحمس ملي سمعت هذه الهضره ديالك، انت دخلتي لي الزمهروري والخلعه. السي رشيد وتفائل ان شاء الله غيكون خير. الله يهديك خويا كريم. وي التفاؤل ملي تفاؤل ممكن اننا نقولوه كبيناتنا كاصدقاء في الدردشه، ولكن ملي كتكون امام الجماهير الوداديه أيه. خاصك تبع هذا العاطفه، خاصك تتكلم بكل صراحه، لان نحن غير مسموح لنا اننا نتلاعبوا بالناس او نعطوهم اشاعات او اصلا ناكدوهم على ان الامر ماشي سهل. شوف الوداد كبيره وان شاء الله باذن الله يعني تيران، يعني احنا شفنا المحامين سعيد الناصيري ولا الناس اللي في المكتب قاموا بالدور ديالهم. يعني ما كيبقاش فيك الحال مني كدير اللي عليك، بحال كتدخل شي امتحان ولا باغي تدخل، مني كتوجد وكتحفظ وكدير هاد المسائل ما كيهمكش شنو النتيجه غتكون. المشكل هي مني كتدخل طويل وكتقول ما درتي اللي عليك. إذن الوداد حنا العالم كله شهد بأنها كانت مظلومة، العالم كله شهد بهاد الحوايج هادو، المحامين في أعلى مستوى بالنسبة للوداد. وصلنا إن شاء الله بقى لنا 24 ساعة ويكون خير إن شاء الله. لما لا الوداد دائما تغير التاريخ، ولما لا الوداد إن شاء الله تغير التاريخ. السي رشيد. وي متفق معك اخويا كريم. اها لو كان الامر بيدينا حنايا كون شدينا القرار، حنا دابا شهر وخديناه باش نبقاو مرتاحين ماشي، ولكن الامور ما كتمشيش بحال ما هكذاك اخويا كريم. شتي حتى الحلاوه ديال هذا الكوب، الحلاوه حتى هي كتكون عندها طعم اخر. انا والله حتى متفائل، انا متفائل ان شاء الله غادي يكون خير. عندنا ثقه في سعيد الناصري، لان هذا التوجه اللي مشى فيه سعيد الناصري ماشي الرغبه ديالو بوحدو، فهو اراده ديال الامه الوداديه كافه، يعني الجماهير الوداديه كلها من اصغر مشجع الى اكبر مشجع، عمرا ماشي باش ما ينوهش شي وحده يفتح حاجه اخرى، من اصغر مشجع وداد اكبر مشجع، فكانت هذه الرغبه. وحنا ما عندناش مشكل، حنا وراء الرئيس، لان كان اختيارنا هذا.
وعلي ما كانت غادية تكون النتيجة حنايا حنا وراء الفريق ديالنا وديما وداد. واضح واضح. إذن هذا الرأي ديالك أنت يا من ناحية ديال السي راشد الرأي ديالو سمعنا. غادي نشوفوا محسن محسن كيفاش التصريح ديال سعيد الناصري مني خرج من الاجتماع سمعتيه ودوزنا الإخوان. ما رأيك؟ واش انت متفائل؟ واش كان كيصيفط دي ميساج كودي؟ واش واش يعني خصنا نقراو وراء السطور الملامح ديال الرئيس؟ يعني هاد الحوايج هادو كلهم كيفاش كيفاش بانوا لك انت السي محسن؟ هو اخوي كريم نبداو اولا بالتصريح. الى جينا غير ربما كناخذوا غير الى بغينا نديروا واحد غير دراسه لهذا الفيزاج ديال الناصري وكذلك الطريقه باش كان كيهضر وداك الشيء وكذلك لعل الجماهير الوداديه ولا الطرف الاخر كتبين ان كاين ضغط اخوي كريم. هنالك ضغط راه يكذب عليك الكذاب انه يقول لك راه ربما ما كاينش ضغط. راه حنا انا او اي واحد اخوي كريم راه كاين ضغط كبير. علاش؟ لانك تسين واحد النتيجه اللي وكتشوف واحد القضيه اللي عادله اللي صراحه فريق اللي تظلم وبواحد الطريقه اللي بشعه. لان لو كان لو ما كانش هذاك الترجي مثلا كان فريق من افريقيا ولا شي حاجه نقدروا نقولوا هذاك الشيء كان في افريقيا واول خطره. ولكن الترجي معروف بهذه الممارسات اخوي كريم. لان بلا ما نرجعوا لي فينا راه 8 اللي فين كاع لي فينا كيلعبوا في التيران ديالو راه واخا تكون الصدفه ولا يكون الحظ راه ما راه هادشي زعما شي حاجه كثار من الحظ وكثار من الزهر وكثار من الصدفه. باش تبدا تلعب كاع لي فينال كتلعبهم في التيران ديالك وكاع لي فينال اما كتماركي بيدك اما كيماركي بالاربيط ولا كيحيد ولا كيحيد بيوت الناس اخرين ولا كيطرد لعابه الناس اخرين. بلا ما نرجعوا للفينال ديال 2011 راه شاهد على داك الشيء راه تطرد اللاعب المسن شنو الطريقه باش تطرد. كذلك البيت اللي ماركا ايرامو ضد الفريق النجم الساحل سماتش هابيد ولو ان الاربيط ديال تشوش يكون عمى والاربيط ديال الوسط يكونوا عميين وغيبان لهم هذاك الشيء. فتنظن اخوي كريم على كل رجع للتصريح تصريح اولا صيفط ان ميساج لهذوك الناس اللي كانوا كيهضروا معايا اخوي كريم. كنسمع خويا باش ما يتقطعش. هو اخوي كريم صيفط ميساج لهذوك الناس اللي كانوا كيدويو على شي تقارير لان كل اربع ساعه كيخرج لنا واحد كيقول لك راه عندي واحد التقرير اللي ما عندش الناس. كدوز واحد اليومين كيعاود يخرج عاوتاني كيقول لك راه ما فهموش التقرير والو. والله اليوم ما سمعنا منهم حتى حاجه. تهنينا الحمد لله. وعلى كل هو خرج اخوي كريم ووضح لهذوك الناس لان شي ناس ربما الا كانوا كينسحبوا في الثقافه ديالهم في الدم ديالهم انسحاب راه وضح لهم فهمتيني راه صيفطهم ان ميساج. وحتى الناس حتى الخبراء راهم منهم خبير مغربي راه شرح لهم ووضح لهم بالخشيبات. على كل وضح لهم شنو الانسحاب وشنو ولو ما كنا ما باغيينش ندخلوا في هاد الامور التافهه لان القضيه وطنيه كتخص كرة القدم الوطنية وكرة القدم العالمية والإفريقية. لأن على الأقل غتم التنقية ديال القارة وتولي تلعب كرة نقية واللي تيستاهل يفوز راه غيربح. وأول بوادر أخوي كريم ديال ربما ديال النجاح ديال فريق الوداد راه هو أن في إفريقيا غتطبق هذيك المباراة الفاصلة. يعني على الأقل ما غنبقاوش نشوفوا ذوك اللوبيات هنا كي في بلاده كيدير يعني إلا لعب شي في بلاده الإياب راه هذاك الكأس راه ما غيخرجش. هو في في, في 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 كل الاحيان يعني في الى بغينا نشوفوا يعني الصوره الاجماليه يعني الوداد رابحه لان باش توقف الترجي وديها للطاس وتربيها التربيه اللي ناس اخرين راه حنا عرفنا مني كيلعبوا مني لعبوا الشامبيون ليغ اش وقع عليهم راه الوداد راه ما عمر شي واحد في التاريخ قدر يوقف سدا منيعا لهذا الفساد ديال هاد الترجي هادو اللي من سنين وسنين. وهما يعني دابا المشكل غادي يوليو حتى الناس كيشكوا حتى في هذوك الالقاب اللي خادو. اذا هذه واحد الضربه اللي ضربات للوداد قدرات انها توقف ضد هاد الفريق هذا. كمل اخويا محسن كمل. اخويا كريم الا كتهضر على الشك في الالقاب راه ما كاينش اللي غيشك في الالقاب ديالهم اكثر من هذاك المسؤول ديالهم الرئيس السابق ديالهم شيبوب قال لك انا راه كنت كنتحكم في لاكاف وكندير ما بغيت وكون كنت عارف لا واحد ما غيوقف قدامي. يعني اخويا كريم يعني الناس الاخرين ما عندهم بقى ما يتقال. يعني ملي كيجي الرئيس ديال هذيك الفرقه راه ما بقاش واحد غتقول لي لا واحد من بريميرو اوغوستو يقول لهم لا راه هذيك الفرقه كتشري ولا كدير ولا هذا الرئيس ديالهم راه هو اللي يدوه. يعني الامور واضحه. بالنسبه اخويا كريم القضيه جد معقده. علاش؟
لان دابا كتبقى بعض الخطرات كاين في القانون كاينين شي حوايج اللي باينين. مثلا مثلا درتي هذه كنعطيوك هذه، مثلا الجوانب الامنيه ما كانوش مثلا مقادين المقابل ما كتلعبش هذيك التيران مثلا، ولكن كاينين شي حوايج اللي ربما ما يصطلع عليه بالجهاد القضائي. هنا كيبقاو تاويلات كثار، لان دابا شوف الدفعات ديال فريق الوداد الامور اللي حاط، وكذلك الامور الدفعات ديال فريق الترجي، وشوف التاويلات اللي غتعطاهم، لان هنا غتم مطابقه القانون، يشوفوا القانون واش يقول يعني غيكون اجتهاد كبير وغيكون تاويلات. والدليل اخويا الكريم هو ان الجلسه راه شناها من 8:30 صباحا راه حتى 4:30، يعني كافه سمعوا كافه الاطراف ديال القضيه، كذلك الحجج ديالهم، حتى كذلك هذا كانت هذا كان اتصال مع الحكم، مع المراقب ديال المقابله، مع لي كابيتان ديال لي زيكيب، يعني حتى الطاس ما باغين بكثره ان القضيه معقده اخويا كريم، ما باغين يظلموا حتى طرف، يعني عاطي الوقت الكافي. وصراحه كنتمنى ان هذه المجهودات اللي دار فريق الوداد، لان موسم اللي كان طويل واللاعبين ضحاو، وكنتمنى اخويا الكريم يكون الختام مسك كما تيقولوا، ان شاء الله فريق الوداد يتوج بعصبة الابطال الافريقيه ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كنتمناو. اذا كنتمناو الوداد ان شاء الله، يعني كما كان الحال رابح كما كيقولوا، هذا الشيء ان شاء الله كله رباح، ولكن غادي ناكدوه ان شاء الله. اذا كانت اعاده المقابله غادي ناكدوها في تيران ان شاء الله باذن الله. اذا لا خوف، الوداديين دائما وابدا كانوا رجاله، لا مع الاستعمار، لا مع الخوانه، لا مع الناس. انا كنت كان كيحسبني العهد ديال الخوانه ولا، ولكن مع كامل الاسف باقي شي ناس يصطادون في الماء العكير، ونحن لهم بالمرصاد. اذا يعني دائما وليدات الحمراء بالمرصاد. اذا لا خوف ان شاء الله على الوداد. نقراو بعض لي ميساج في المحور الاول اللي تطرقنا ليه. احمد بوعزيزي قال لك سيدي سي لو فوت ماروكان افريكان كي فا غاني غراس اوك. بطبيعه الحال السي احمد تسيت تحكي اوكي. سي عثمان دادي باطنا غالي مازال سالطو يقدر يجي. والسي عثمان مشيتي للميركاتو واللاعبين، غنوصلوا لهذاك هذاك الشيء، غادي نوصلوا ليه ان شاء الله. اذا سي الاخ ديالنا الصديق مومن رضوان، ترجي اصبحت تعيش كابوس مرعب اسمه الوداد من طبيعه الحال. وما سمعناهمش ولو كلمه. وفينا هما فينا هما الغوات ودوك الاذاعات اللي كانوا ودوك الصحافه ديالهم تا هما، والصحافه ديالنا تا هما، بعض الصحفيين تا هما ديالنا اللي كيتسناو. وتقول واش شي واحد مشى مع الوداد بحال الوداد من الموزمبيق مشات غير الرياضيه، وقيلة الرياضيه ما عندهم ما يدار تا هما، باركين كيدوزوا لنا في دوك المباريات ديال 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 كازاخستان وداك العجب اللي ما عمرنا شفناه. يعني ولينا كنشوفوا في ديك الرياضيه مشاو اليوم واقيلها باش يبرقوا يشوفوا واش، ولكن ان شاء الله اخبار غادي يجيبوها ان شاء الله من سويسرا. اذا الضربه القاضيه للترشيحيه تهرب من الكاس من طبيعه الحال، وراه غادي ضربه واش هذه اكثر من هذا الشو، هذه اكثر من هذا، رجع الكاس رجع لي ميداي، هذه راه شوها ما عمرها وقعت لشي فريق في العالم، راه هذه راه شوها هذه. اذا نور الدين دازي كيقول لك عرض رسمي من تشيك الشيخ كومارا، غادي نهضروا على داك الشيء. كاينين لاعبين بزاف اللي هذا، ولكن شتي هذا الشيء خصكم تعرفوا واحد القضيه، هذا الشيء كيخرج في هذه الوقيته بالذات غير باش يشتوا التركيز ديال الفريق، راه خصكم تفهموا هذه الحوايج. هذا حنا راه في افريل هضرنا على 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 على, 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 على اللعابه اللي تعطاتهم عروض، وهضرنا من غير هذه شهر هضرنا على تاغنا وتي مالاغا وهذه ولا هذه جوج سيمانات ثلاث سيمانات. شوف راه الليله قبل من هذا تركيز ديال اللاعبين، خصك تعرف اللاعبين تاهما راه عندهم لو ستريس، الا انت ما كتنعش اللعاب راه تاهو ما كينعش. انا ضربتني الفيقه البارح مع 3 الصباح، نعس مع الوحده، ضربتني الفيقه مع 3 والله ما بغى يجيني الناس،
كتقول هذا والله ما بغى يجيني الناس. اذا هادو اللي كيخرجوا هاد الاخبار هذا راه غير باش يشتوا التركيز ديال الفريق حذاري ثم حذاري الجمهور الودادي. ولكن الجمهور الودادي راه عارف هاد الحوايج هادي ما كاينش اشكال. اذا غادي نشوفوا المحور الثاني اللي عندنا في هذه الحلقه. البنزرتي كما قلنا البنزرتي يعني التصريح ديال البنزرتي بعد الاذاعات التونسيه. غادي نشوفوا التصريح ديال البنزرتي وغنسمعوه ان شاء الله ونشوفوا. هو الفار ولا الامن في فارس؟ لا 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 تدخل معناتها الامن. باش نكون صريح معاك معناتها الامن معناتها ملي هبطنا في مطار طولكرتاج حتى الاخر حتى الرحيل نتاعنا كان امنين احسن تامين. وقد نشكر قوة الامن معناتها الامن معناتها الفريق نتاع المغربي وشوية فهمني وكانوا في مستوى عالي وفي مستوى اخلاقي كبير وتربيه وكل حاجه فهمت ولا ما بالعكس فهمتني. خلاص كي سي باسي سور لو تيران هذيك حاجه يقيموها معناتها ناس اخرين ما قيموهاش انا الا كانوا معنا الامنيين معناتها كانوا في موقف اكسترودينير كانوا معناتها اذا سمعنا التصريح ديال البنزرتي. ما رايكم سي رشيد؟ كنت باغي تقول شي حاجه خويا رشيد؟ كان واحد الميساج ديال واحد الاخ تونسي كتبو قال لك اتقي والله يا المغاربه راه التوانسه والمغاربه خوت وسولوا ناس الغربه. واش قرب واش خرب الخاوه الهضره واعطينا الكوب ديالنا وتعاونوا نبوسوكم كاع. اش قرب خاوه الهضره ما فهمتش انا. هو دابا هذا واحد الا كان عندك شي حق راه غناخذوه اخويا ما كاينش مشكل. يلا انا مر لهاد سميتو ما نضيعوش الوقت في هاد الحوايج هادو. نفسر الاخ بسرعه في 5 ثواني. الامر اللي بيننا وبين الترجي هو امر رياضي محض لا علاقه له بالكره او بالعنف او باي شيء. امر رياضي فقط واضح. يعني حنا واخدين الامر بطريقه رياضيه اي كندافعوا على حق الفريق ديالنا واضح. لا علاقة لنا بالكره. لا ما كنسبوش موانسا ما كنستهزئوا بهم ما كنسيئوا لهم بالعكس. راه شوف الاعلام ديالكم اش كيقول على المغاربه. فالمغاربه اكبر من انه يدخلوا السياسه في كره القدم. هذا دابا ما تونسي هذا ما تونسي ما والو غادير فيها تونسي راه ما عنده ما يدار راه مريح كيتفرج في سامحيني ولا في مسلسل تركي عندهم ما غادي يبقى تبعنا حنا. هذا باش شي واحد باغي يدير انت ضيعتي معاه الوقت بقيتي كتفسر ليه. سير اخويا شوف نهضر معاك انا نهار الخميس نهضر معاك. عيط لي راه التليفون عيط لي نهار الخميس ونهضر معاك ما نضيعش معاك الوقت. دوز اخويا رشيد. بالنسبه للتصريح ديال البنزرتي حنا كنعرفوا الضغط اللي تمارس على البنزرتي منذ النهائي فسال النهائي شفنا الضغط اللي تعرض ليه البنزرتي وهذا ظهر جليا في لقاءات الوداد في البطوله. يعني داك الحماس اللي كان عنده كان كينوض ويغوص على اللاعبين ما بقاش ولا كيمشي يريح وسط المقابله. يعني كيتسنى الموسم ينتهي باش يمشي حتى الاحتفالات ديال الوداد ما حضرش ليها. وهذا راجع لذاك الضغط الرهيب اللي عاشو المدرب. فعادي ان البنزرتي يخونه توفيق في هذه الخرجه. فهو تكلم على ان الامن كان في تونس ان الامن في تونس كاين ملي نزل في المطار. حنا ما كنتكلموش على الامن اللي كان في تونس في الزنقه ولا في الشوارع ولا حنا كنتكلموا على 90 دقيقه اللي كانت في الملعب فقط. ما كانش فيها الامن بالشهادات الجميع. وخير دليل باش ناكد فان الجنازه ديال الرئيس ديالهم اللي توفى فما كانش تنظيم ما كانش حتى الامن كان قليل وما كانش التنظيم الجيد. يعني انت ما غتقدرش تكذب على العالم كامل فالعالم كامل كيشوف الامور ممكن. حتى الدليل انا قبل من المقابله ديال الوداد في الفينال شحال والجمهور التونسي كيطالب باش يحضر التيران وكانوا عاطينهم غير 10,000 وتا الاخر يعني اخر هذا وتتقول لي الامن راه الناس راه كاع عارفين هاد الحوايج هادو. حنا لا يهمنا هاد المسائل. حنا يهمنا المقابله وهي اللي كتهمنا حنايا. وباش نفكر شيخ المدربين راه الجماهير الوداديه تعدى عليهم تم الاعتداء عليهم في وسط الفريق. لا نساو هذيك
راه باقي واحد مات تما مغربي مات ما عرفناش القضيه ديالو اللي هي غامضه ومغربي وباقي ما عرفناش شنو هو في تونس. ونعاود ناكد للشيخ المدربين بان الحافله اللي كانت كتقل للوداد الجمهور الوداد تعرضت لقصف بالحجاره كانت هذوك نساو مات لولا الالطاف الالهيه كنا غنكونوا في واحد الكارثه كبيره بلا ما نهضروا على اللاعب الاعتداءات اللي تمات على الصحفيين ديالنا بلا ما نهضروا على الاعتداءات اللي تعرضوا لها لاعبي الوداد اللي كانوا في المدرجات. سيل بنزرتي من حقك انك تدافع على بلادك هذه مساله احنا متفقين فيها ولكن اللي ماشي من حقك هي انك تكذب راه هيب انسان بهذا السن هذا ويبي يخبي الحقائق فانت كان حريا بك انك تتكلم على 90 دقيقه اللي وسط الملعب ماشي تتكلم على الامل اللي كان خارج فهذاك الشيء مساله خاصه بدوله تونس ما عندناش حنا بها حتى علاقه. اذا واضح هذا السي البنزرتي المهم كنا كنحترموه ما يعني الا بغينا نقولوا قضى معنا واحد الوقت اللي مزيان ولكن هذا بان لي هذا مع الدوره باعنا حنايا هذا ما عيطوش ليه هذا ما عيطوش ليه الطاس وخادوا الراي ديالو ولا خادوا حتى هو شي تصريح ولا هذا ما كون باعنا بنص دينار تونسي ماشي تا مغربي. سي محسن ما رايك في التصريح ديال ما غنقول لا شيخ لا والو غنقولوا البنزرتي حرفيا هكاك؟ واش خويا كريم انا غير اولا بان لي غير بعض ربما بعض المنابر بغاو يخونوا السيد ويعطيو لهذاك التصريح واحد القيمه اكثر من ما كيستحق. اولا البنزرتي هو بواحد الدبلوماسيه الناس سولوا اخويا كريم ربما باغين ياخذوا منه شي حوايج ضد الوداد راك عارف الاعلام التونسي السيد بدا ربما جرم الامور اللي خارج على كره القدم ان الامن كان في المطار مشينا مزيان في تونس ومساله اخرى اخويا كريم راه حتى واحد ما قال لهم ان الامن في تونس راه ما كانش كون ما كانش الامن في تونس راه لاكاف ما غتلعبش المقابله تماك كنت لعبات خارج تونس كما ليبيا كيلعبوا اما في تونس ولا في مصر كذلك السودان دابا عندهم مشكل غير الانديه ديالهم غتستقبل غالبا في مصر يعني هذه الامور ما هضر عليهم حتى واحد هما الاعلام التونسي والمسؤولين التونسيين باغيين يجروا النقاش لواحد الزاويه اللي تافهه باش يغطيو الحقائق. فريق الوداد راه ما قالش لهم الامن ولا وحتى لاكاف راه ما قالش لهم بالضبط الامن ديال تونس لاكاف اخويا كريم لان هي اللي هضرت على الامور الامنيه من بعد ما توقف الماتش وهضروا وبان ان هنالك تدليس وما كاينش الفار تما الناس لاكاف تما المندوب ديال هذا المراقب ديال المقابله وداك الشيء قال بان الامور ستنفجر وشنا التهديدات اللي تلقاهم الرئيس ديال لاكاف وكذلك شنا ربما الاعتداءات على اللاعبين ديال فريق الوداد واحد من الجمهور دخل كان باغي يهجم على اللاعبين شنا الرمي ديال القارورات على اللاعبين هذا الشيء كامل راه حنا كنهضروا على الملعب حنا ما كنهضروش على تونس حنا ما عندنا من فهمتي حنا تونس ما غنشوهوش الصوره ديالو ونقولوا لا راه ما كاينش امن لا فيها ارهاب ولا عمليات ارهابيه وجه امن خارج الملعب والامور العاديه راه كاين امن ولكن في الملاعب عندهم مشاكل كثيره معايا خويا كريم ياك كنسمعوا لك السي محسن كمل اخويا كمل هو خويا كريم هو اولا ماشي حنا اللي غندويو على الامن في الملاعب راه لاعب سابق خرج في منبر تلفزي كمنشط ديال واحد كيحضر كمحلل في احد البرامج التلفزيونيه وقال لهم حنايا تحداهم في البرنامج وبداو وكانوا هذا وما خلاوش كاع يكمل هضرته قال لهم انا نتحداكم ديروا مقابله بالليل في تونس مقابله غير بالانديه التونسيه عمرك شي ماتش كيتلعب دابا في تونس بالليل انت صوف ديال المنتخب وتيران خاوي اما الانديه اخويا كريم في رمضان وكيلعبوا مع الجوج يعني انت في رمضان خصك تكون صايم وكتلعب مع الجوج ويكون عندك السوفله ديال الجنون اخويا كريم ما تلعبش مع الجوج هنا ناس ديالهم خرجوا وقالوا حقائق قال لك سيدي حنا راه عندنا مشاكل امنيه في الملاعب راه ما نقدروش ننظموا مقابله غير بيناتنا يعني تحضر فيها غير 500 واحد راه كتنوض الحرب بين غير نفس الجماهير ديال النادي نفس المشجع بيناتهم كتنوض الروينه وشنا وبلا ما نهضروا على كوارث وقعوا ياما توقف راه قبل المقابله ديال الاهلي الفينال ديال العام اللي فات راه المدرج
الجنوبي كان موقف توقف في المقابله ديال بريميرو اغوستو من من الماركاج بريميرو اغوستو نط الحرب في التيران واضطروا البوليس يخرج واحد واخا السي محسن السي محسن ودابا واش ما انت قلتي بان البنزرتي كان عليه يكون دبلوماسي واش ما كانش من الاحرى انه يقول لك انا عفيوني انا من هذا الجواب انا يا يعني القضيه في الطاس ولا القضيه في محكمه يعني من 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 يعني انا كالطرف يعني في اللعبه وكالطرف يعني في الفينال تاع انا كنت مدرب يعني عفيوني هو نجم الساحل وكنعرفوا العداوه اللي بين نجم الساحل وترجى اذا اي حاجه قالها ما كنظنش انا كانت غتاثر عليه هو بغى يقول هذه الهضره ولكن يعني غير باش يرضي ممكن يرضي واحد الطرف ولا هذا ولكن كان بامكانه يقول لهم هذا الجواب ما غاديش هذا السؤال بلا ما تسولوني والصلاه على النبي حاجه اخويا كريم السؤال اللي سولوه سؤال ملغوم يعني السيد راه كيضربوني في الوطنيه ديالو وفي المصداقيه ديالو يعني ملي كيسولوك على الامن يعني الا قلتي لهم لا ما تسولونيش هذا السؤال كانك كتثبت بان راه فعلا كاين الامن في تونس راه ما كاينش هما السؤال اللي سولوه سؤال ملغوم اخويا كريم ثاني حاجه السيد كتعرف بان البلاد ديالو هذيك انا ما شوف انا ما يهمنيش هما كيفاش كيفكروا انا اللي كيهمني هو انا كيفاش كنفكر هذا السير بنزرتي مني كان مع الرجاء مني مشى من الرجاء ولعب الفينال ومشى في حالاته سب المغاربة وسب البطولة وقال لهم كيتباعوا المباريات وكيتشراو نهضروا بالواقع ما نبقاوش نخبيو حنا مرحبا البنزرتي جا دار معنا ألقاب مرحبا ما غاديش ننكروا هذا الشيء ولكن راه ماشي غادي نبقاو حنا بحال ما كانش عندنا الكره البنزرتي مني جا عاد الوداد بدات كدير الالقاب اذا تا البنزرتي راه الوداد اللي حياته والبنزرتي يعني من بعد الرجاء ومن بعد راه بقى كيدور ومشى لقطر وما خلى فيه مشى وما تالقش وجا ودار سميه مع الوداد عاوتاني اذا الوداد دائما هي اللي حياته وهذا هو الفضل ديالها اذا انا كنظن كان يقول لهم انا القضيه في المحكمه كما كيديروا جميع ما يعني انا كالطرف والصلاه على النبي انا بالنسبه لي انا ما يهمنيش التوانسه شنو كيفكروا ولا كيفاش كيفكروا ولا اشنا هو ولا اشنا اش غادي يقولوا عليه انا داكشي كاع ما كيهمني انا اللي كيهمني هو التصريح ديالو ضر الوداد وهذا غا ما عيطاتش ليه كون عيطات ليه كون كما قلت كون باعنا بنص ريال شو نعم سيدي كريم هو انا بالنسبه لي غير واحد القضيه اولا البنزرتي كما قلتي انت راه حياته فريق الوداد بعد الاهانه اللي تعرضت لها في تونس ولا شيء ورداتو جوج مرات ماشي مره جوج مرات لا كان هضرنا على المره الثانيه اخويا لا ولكن حتى المره الاولى لان المره الاولى راه كان صافي البنزرتي عنده 72 عام راه مات وشكون اللي حياه الوداد وجا وسمحوا ليه الناس وهذا وعاود رجع اذا باش نكونوا واضحين كريم غير انا بالنسبه لي اهم حاجه لان من بعد هذيك الاهانه اللي تلقاها اشد المنتخب ثلاثه الماتشات منين داز وقالوا ليه باي باي بحال ديباناو به يعني غير باش دوز هادو بما نقلبوا على مدرب هذيك اكبر اهانه وردات له الوداد الكره بالعكس هذه هي الفرصه اللي كانت عنده السؤال اخويا كريم نكمل واخا كمل اخويا كريم هانتا لان فريق الوداد عطاه فرصه باش انه يوقف قدام المسؤولين ديال الجامعه دوك الناس اللي اهانوا وكذلك للطريقه باش مشى من الترجي هو اخويا كريم اللي بغيت نقول لك انا بالنسبه لي الشيء هذاك اولا البنزرتي انا ما لا يهمني البنزرتي جا دار مجهود في الوداد عطاتو شيء كثير وعطاتو قيمه وسمعه كبيره من بعد الاهانه ولكن الحاجه غير اللي بغيت نقول لك اخويا كريم هو ان التصريح انا بالنسبه لي تصريح عادي غير الناس باغا تحولوا لان ما تيضرش اخويا كريم انا بالنسبه لي ما تيضرش الوداد ملي تقول لي الامن كاين ولا ما كاينش شغلو هذاك لا ما كيضرش الوداد يعني راه ما كيضرهاش ولكن بالنسبه للجمهور اللي كي اللي اللي اللي, اللي, اللي كان حاطه فوق راسه راه هذا هو يعني كتجرح شويه هي راه ما غادي تاثرش ما عندها حتى علاقه ولكن داك الحب يعني راه كيقول لك جوج كلمات خارجين من الفم من احسن تكون الكلمه زوينه هو عارف تصريح هو شوف قبل ما يديروا اي تصريح كيقولوا لي اش غادي نقولوا لك باش نكونوا واضحين راه ما كاينش شي اذاعه في العالم اللي ما كتكونش الاسئله سور ميزور راه باش نكونوا واضحين انا ملي كنعيط لشي واحد باش ندير معاه هذا كيقول لي اشنو هما الاسئله اللي غتقول لي انا غير والو عادي يعني ها كنعيط لواحد ناخذ كيقول لي اخويا واش كتشجني واشنو هما الاسئله اللي غتقول لي اذا اسئله سور ميزور ما تقولش لي بانه هو غيسولوه وما كانش عارف الاسئله اذا هذا الشيء بريميديتي اذا انت
موجد لهاد الحوايج هادو. بغيتي يعني هذا من حقك ما كاينش مشكل. الدنيا هانيه حنا غير كنقولوا الراي ديالنا حنا كوداديين. حنا لا انا لا يهمني اشنو كيفاش الناس اخرين. سيريدا اخويا راه ما غناخذوش المكالمات دابا. الله يجازيك بخير. يلا دزنا جوج محاور وباقي عندنا بزاف الهضره. منين نحلوا هذا راه غادي ناخذوك اخويا رضا. لان سينو غادي الخط غادي حتى البرنامج ما غاديش نقدروا نكملوا مزيان. سي كمل اخويا محسن كمل باش نطوي هذه الصفحه هذه. هو اخويا كريم غير باختصارا انا ما بغيتش نعطيو للسيد اكثر من القدر ديالو. البنزرتي معروف اخويا كريم انه مادي وداك الشيء هو اهم. هو الحاجه اللي خلات ان ربما خسر هذاك الحب ديال الجمهور اخويا كريم هو انه ملي مشى لتونس تخلى على فريق الوداد لان الناس كتسينو وفي الاخر صنع في نادي اخر. هذه اهم حاجه. غير باش اخويا كريم غير باش نختموا ربما هذه النقطه. اولا اخويا كريم اولا ما عنده باش يدار فريق الوداد وحتى كاعكم بغى يدار فريق الوداد ان الطاس كياخذوا بعين الاعتبار هذه الامور. كيعرفوا ان السيد راه البلد ديالو هذيك غيكون معرض للضغوطات. يعني واخا يجي يقول لك ان الوداد ولا يقول التصريح اللي ضد الوداد ويقول التصريح اللي ربما كيدافع عليه على تشيلسي ان اولا الشهاده ديالو ما غياخذوش بها لانه بحال كتقول عنده قرابه. يعني في الامور القانونيه راه حتى المحاكمات وداك الشيء راه كيشوفوا ان هذاك الشاهد واش عنده قرابه معك يعني باش ما يتعاطفش معك. فما بالك في هذا ان البلد ديالو غيبغي يدافع عليه. وحنا غير اللي بغيت نوضح اخويا كريم هو ان صريح انا بالنسبه لي لا وزن له ولا قيمه له اخويا كريم. وي راه بانه لا وزن له هو اللي كان على الاقل يضرب ويقيس. كاينين الاجوبه كيكونوا دبلوماسيين وانا عارف بان عاطينو السؤال اللي غادي يسولوه وهذاك الصحفي اللي غيسولوه. المهم هو بحال داك اللي كيلعب الفولي وكيسيرابي باش يسماتشي سماتشا على الوداديين. والله يسهل عليه والله يعاوننا يعاونو ما كاينش مشكل. حنا الوداد كبيره والوداد بالرجال ديالها والوداد هي اللي كتصنع الامجاد ديال اي واحد كيجي كيدير سميه في الوداد. لا لاعب لا مدرب لا مسير. الوداد والجمهور ديال الوداد هو اللي كيعطي الاسم لاي واحد. اذا ندوزو هذا نحيد عليا التصوير هذا خلعني هذا. اذا نمشيو نعم سير كاين قراي لي ميساج ديال الاخوان باش من واخا سي رشيد قراو لنا الميساج. يلا سير قراو لنا الميساج. يلا تفضل سي محسن. يلا قرا سيدي. تفضل اخويا رشيد ما عنديش قدامي لي ميساج اقراهم اخويا رشيد. قرا اخويا الميساج. قلبتي لي عليها. يلا يلا باش ندوزو راه تعطلنا عندنا بزاف ديال المحاور. مؤمن رضوان ضروري يرد على السؤال ولو انه مدرب نجم. سليم تونس والمغرب خوت. عبد المجيد حامين من الاخر التصريح ديالو ما غيفيد والو حيت التقارير مشاو للطاس قبل. هشام المفتي عدم حضور الترجي للجلسه وحضور نائبه فقط. هل هو تكتيك من الترجي ام خوف من الاستجواب؟ محمد سعيد لا للقذف والسب. هيثم براتو خويا هيثم ما تبقاش تساب. وداد ايد الحاج ما كاين غير الوداد والاهم عراس واقع افريقيا. سامير اجنوز قلت الراشيديه قريه في حين انها مدينه من اجمل المدن. خويا نفتخر بالراشيديه مدينه ديالنا. عبد الفتاح ما قلتش الراشيديه قريه قلت هذاك السيد اللي جالس في الراشيديه في قريه اسماعيل. قلناش الراشيديه الناس ديال الراشيديه على راسنا وعينينا. عبدي السود لا للفتنه ولا حاجه اللي ما عمره خدم في الطاس خدمات في القضيه. غريب كان البنزرتي مع الترجي وخسر مع الاهلي المصري في ربع النهائي في نفس الموسم فازت الوداد على الاهلي في النهائي. هل البنزرتي قوي ام الوداد هي من صنع المدربين؟ امجد المجري هذا خاصنا نديروا ليه هذا. كمل اخويا كمل. سبحان الله كاين شي وحدين ما معليش 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 ما يوقفوناش غير كمل ومن بعد غادي نرجعوا ليه. كمل سير ابو رشيد سير. يماني المدني ديما الوداد المغربي وداد عيد الحاج. المهم الوداد فريق كبير وبفضل الوداد بزاف تاع القوانين غتبدل في افريقيا فعلا. راه الوداد هي هذه الوداد راه خاصها ديما تكون هي السباق لاي شيء.
مفتكر رشيد ديما وداد عثمان ابو وداد الخطه ديال البلطارتي في الرباط هي اللي وصلتنا لهذا الشيء كل حسموا اللقب في الرباط. نبي نبي الخويا كريم الوداد فوق الجميع. سعيد اكابوش كاين شي جديد في الميركاتو ديال الوداد. رضوان رضوان برافو خويا كريم. رشيد فارس ديما ديما حمراء. نور الدين دازي لعب بريميرو دي اغوستو بحال الوداد. وداد عيد الحاج الوداد يا قاره. اليمني المدني ديما وداد تحيه طيبه اخواتي الوينرز. احمد هل الوداد تريد لاعب بريميرو دي اغوستو؟ ميلود زين الوداد. سلام ياسين ديما وداد. يوسف وداد السلام خويا بخير. بغيت نسولكم سمحوا لي شكون اللي لعب على علي شكون لعب علي جابر الوداد. رضوان انديان صريح عادي لا يجب اعطاءه اكثر من قيمه. سمحوا لي الاخوان راه ملي كنلقاش حاجه راه ما كيمكنش ليا نتجاوزها خاصني ضروري نوقف عند حدها. ياسين الراشيدي ديما وداد. قيس السعداني الوداد والافريقي التونسي. يعني هادو هما اللي يلا يلا اوكي خويا اللي بان لك السي رشيد بان لك سميتو حيدوه باش ما نبقاوش نبقاو نرجعوا ليه ونبقاو نقراو ونعاودوا نوقفوا ونبقاو نزيدوا نبقاو نعقبوا على على هذا اللي بان لك ماشي هو هذاك. خدينا قرار دابا باش ما نبقاوش كاينين الناس ما ماشي في المستوى ديال النقاش وكاينين بعض الناس اللي ماشي في مستوى باش يغنيو النقاش يعطيونا اسئله ولا يعطيونا معلومات اللي هذا ونتناقشوا. هو الاخذ والرد في النقاش هو اللي كينجح يعني البرنامج. اذا نمر للمحور الموالي. عروض لا زالت تتهاطل على لاعبي الوداد. اليوم سمعنا كومارا سمعنا يعني أوناجام سمعنا لاعبين اللي بغينا نقولوا يعني بزاف ديال الحوايج كما قلت في البداية ديال البرنامج أن علاش هذا الوقت بالذات يعني التركيز ديال اللاعبين. سي محسن دير ميوت أخويا رشيد. سي محسن وي أخويا كريم. هو بالنسبة للمسألة ديال هذا القضية ديال التهاطل ولا العروض اللي بداش كتجي للاعبين فريق الوداد راه تقريبا ماشي وليده زعما اليوم. راه من الميركاتو من الموسم الماضي بعدا الموسم الماضي راه كان مجموعه من اللاعبين كانوا عندهم عروض. راه منهم مستعيديه منهم كذلك كومارا النهيري اللي كانوا بعض العروض الصينيه وكذلك انديه اماراتيه. فدابا اخويا كريم ضاف لهم عاوتاني نفس ربما نفس اللاعبين وكذلك تزادوا عليهم لاعبين اخرين. فالسعيدي عروض قطر هذا كان عنده عرض قطري من أندية قطرية وعندك هذا اللاعب داري راك شي العروض ديال الأندية التركية وكذلك كان عنده عرض من نادي إسباني وكذلك أندية فرنسية وبرتغالية. التشاغناوتشي بلا ما نهضروا عليه راك شي هنالك الفريق ديال مالاغا اللي كان عطى عرض وكان ضمن صفت عرض ثاني للإدارة ديال فريق الوداد. كاين ربما الجديد هو أن بالنسبة للحداد ونجم هذوك راه ديجا كانوا عندهم عروض والحداد راه حنا تنعرفوا تقريبا بواحد 99% راه صافي راه غي ربما غيسني في الفيصلي السعودي وغيلتحق بالمعسكر ديالهم راه ما بقى والو يعني كاين قيمة ديال 3 مليار ونص راه ما تقدرش. وعاد عنده واقيلا شي بورسونتاج الى من الى بدل يعني الكلوب من هنا للمستقبل راه الوداد غتاخذ فيه واحد 15 ولا 20% على حسب الاتفاق بيناتهم. اذا قيمه يعني بعد يعني هاد الفلوس هادي راه حتى واحد ما كاينش شي كلوب الناس راه 300 400 مليون وكيبيعوا يعني باش تعرف الفرق يعني راه الا ما تعطاتش يعني العاقه صحيحه راه ما كيتباعش اللعاب في الوداد. اذا كمل اخويا محسن كمل. هو الصراحه هاد القضيه اللي هضرت عليها اخويا كريم كنظن انا من جهه الناصري القيمه السوقيه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد
صراحه كيدبر بواحد الشكل كبير يعني كي كيعرف الطريقه باش يرفع، وكذلك الاختيارات ديالو، لان كنلوموا على ربما بعض الانتدابات الفاشله ديال بعض اللاعبين وخاصه الاجانب، ولكن ما ننساوش راه كيدير انتدابات اللي ربما مثاليه ما فيما يخص هذا السوق المحلي يعني المتعلقه باللاعبين المحليين. فبلا ما نعطيو الاسماء، منهم بن شرقي، منهم دابا الحداد، منهم كذلك أناجم الناهيري اللي كان واحد الوقيته فريق الفتح الرباطي بغى يتخلص منه، وكان كيطالب غير ان اي نادي يعطيه غير 180 مليون ويتفاهم مع اللاعب، ما بقاش باغي اللاعب. وشلنا منين جابوا تقريبا في الموسم الاول جاء عرض كبير من نادي صيني، ومع ذلك كان الناصر مرشدوكو. ففكي الجديد هو ان اللاعب كومارا اللي حتى هو عنده عرض من النادي هذا نادي ديال سلافيا براغ ربما واحد من تشيك، واحد من اكبر ولا نقدروا نقولوا ربما هو اكبر نادي في تشيك هذا سلافيا براغ، وكيلعب كذلك ديال العاصمه ديال العاصمه، ومن اكبر يعني تاريخيا معروف اخويا كريم، وهو تقريبا اكبر نادي في جمهوريه تشيك. فهاد النادي عاطين عرض في اللاعب كومارا، وفتنظر اخويا كريم عندك يصيفطوا كومارا، وهذاك اللاعب ديال الكوكب سميتو نجم الدين ولا سميتو جابوه على قبل هذا الشيء. حذاري ثم حذاري. لا ما نظنش اخويا كريم، ما نظنش، لان هو شوف هو المساله ديال ان لاعب مدافع غيمشي، لان كومارا ديجا قبل هذا العرض كانوا عنده عروض، وكذلك اللاعب ضاري. فاذا كان غيمشي اخويا كريم راه ممكن لاعب واحد فيهم غيمشي، فهمتي؟ ما الناصري ما غيصيفطهمش بجوج، لان الاستحقاقات الجايه ديال يعني انتظارات ديال جماهير الوداديه وكذلك المنافسات الكبرى. لا ما غيصيفطهمش بجوج راه باينه، ولكن يقدر يصيفط كومارا ويقول ويدخل لك هذا نجم الدين ولا سميتو يلعب. لا ولكن يلعب مع داري في لاكس. لا خويا كريم، في حاله كاع الى مشى مثلا لاعب كومارا او لا داري، ولو ان داري ربما غيزيد شويه على ما اظن، لان مثلا الاسهم ديالو كطلع كذا، لان حتى اللاج ديالو باقي صغير. فعاوتاني على حسب العرض، اذا كانت العرض القيمه الماليه كبيره راه واحد فيهم غيمشيو. غير بالنسبه للمعوض راه ممكن لاعب الناهيري، كنظن ممكن في لاكس يكون معوض جيد، وعاد هنالك بلا ندخلوا للمساله ديال الانتدابات، راه هنالك البحث على مدافع اللي ممكن، كاين الهضره على المدافع ديال بريميرو اغوستو ربما برغبه من المدرب اللي هذا مانولوفيتش اللي عنده ثقه ربما في ذاك المدافع. هذا مانولوفيتش جاي وجيب معاه، راه اليوم سينا ولا هذاك المعد البدني حتى هو جابو، راه جايبو جيب معاه ولاد دربهم، ونتمنوا هادو اللي جايب معاه يكونوا في المستوى. بان لي حتى هو جايب معاه واحد الرباعه ديال عباد الله، راه اليوم سينا ولا ذاك المعد البدني. ولكن هو اخويا شوف خويا كريم، المساله ديال الطاقم راه كل واحد كيحاول يجي معاه، لان باش حتى هو كيتاضر في هذاك البلد وناس اللي كيعاونوا، لان كتعرف لان يقدر ان كتكون الثقافه مختلفه وداك الشيء، فكيجيب واحد اللي كيقدر يفهمه وكيقدر باش حتى هو تسهل لي هذاك لادابتاسيون مع الظروف اللي ديال العمل اللي غيخدم فيها. غير كما قلت لك اخويا كريم، فكما قلنا عندك دابا تشاكناوتشي، عندك داري، عندك كوماره، عندك السعيدي، ولو السعيدي ربما ترونشي في الناصري ما غي يصيفطوش، لان ما يمكنش يصيفط لي بيدي ديال كاملين ديال الفرقه. عندك كذلك الحداد وناجم، يعني هاد ونقدروا نزيدوا لهم حتى الكرشي اخويا كريم، يعني هاد اللاعبين كاملين راه عندهم عروض كبيره، وكذلك الموسم الجاي راه ممكن غير الميركاتو شويه نقدروا نلقاو عروض اخرى على جبران، يعني كاين عروض كثيره، فنشوفوا الاداره كيف غتعامل معها، وربما من بعد القرارات ديال الطاقم. صعيبه هاد الحوايج هادو، انك تصيفط وما تجيبش راه صعيب، ولا اللي غتجيب راه ما غادي تطلق حتى تعرف بان هذاك غيصدق لك. من غير هذا بحال لاعب الكعبي، يعني كيلبس وكيدخل هذا باين ما كنهضروش عليه، ولكن اللاعب اللي مغمور وما كتعرفوش وتصيفط واحد على اساس باش غيصيفط غيجي سيني مدافع ديال بريميرو اغوستو، راه فيها هضره هذه. ممكن يدوز معاك واحد شهور سبع شهور تعرف بان بعدا راه على الاقل غيقدر يعوض هذاك يعني الخصاص ولا هذا، ولكن باش تجيب بحال هكا ما عرفت. واخا نشوفوا سي رشيد بالنسبه ليا كريم، بالنسبه لهذه المساله، علاش تكلمنا على تقريبا صوت اخويا رشيد اللي كانوا بداو معنا لي لايف من دي.
الاخوان اللي كانوا معنا اللي كانوا معنا في اللايف من ديك الوقت راهم عارفين اننا تكلمنا على العروض اللي جاوا الوداد وعطيناهم بالاسم ديال اللاعبين كاملين، والحمد لله الكلام اللي قلنا راه كله طلع صحيح. فملي كتكلم على التكناوتي وعلى العروض اللي جاوا هي مساله عاديه، لانه حارس اللي تالق وصغر السن ديالو والامكانيات الكبيره اللي عنده فعادي انهم يجوا عروض. بالنسبه لكم راكم تالق مع الوداد هذا الموسم خاصه، واللي زاد شفع عليه هو انه لعب كاس افريقيا مع المنتخب الايفواري، وماشي سهل انك تلعب بطوله افريقيه وتمشي تكون من ضمن 24 لاعب اللي في المنتخب الايفواري، هذيك كتربع السومه ديال اللاعب عالميا فهمتيني، لهذا كاينين عروض كثيره عند كومارا. بالنسبه لاشرف داري، اشرف داري لاعب اللي شاب صغير وعنده هذاك البنيه الجسديه ديال واحد المدافع اللي يمكن يتطور الى مشى لاوروبا في هذا السن. لهذا الانديه كامله كتحاول انها بعض الانديه الاوروبيه كتحاول انها تستقطب اللاعبين اللي بحال داري لانه استثمار مربح ليهم. حنا عارفين ان كيف ما قال محسن بالنسبه للنايري، النايري كان عنده مشاكل مع والد الكراكي ومع فريق الفتح، ولكن ملي جا الوداد عاود تحيا، وكاينين عنده عروض بما فيهم كما سمعنا مؤخرا ان البنزرتي كيطالب الاداره ديالو انهم يجلبوا اللاعب، رغم ان النجم الساحلي خرجوا وكتبوا هذه الامور، الى ان الامر غيكون صعيب بحكم ان الوداد ما يمكنش تلقى شي لاعب للدوري التونسي، لان المستوى ديال الوداد او اكبر من ان اللاعبين ديالها يمشوا لدوري افريقي حداها. كنعرفوا الحداد كيف ما قال محسن شحال هذا، كيف ما تكلمنا عليها سابقا، ان واحد في الحداد او ناجم ما غاديش يكمل مع الوداد بحكم ان يقدروا يمشيو بجوج، ماشي واحد فيهم راه يقدروا يمشيو بجوج. طبيعه الحال اللي خلاني كنقول ان لاعب واحد هو الاصابه ديال اوناجم اللي عطلاته شويه، لو كان اوناجم ما وقعش ليه دوك الاصابات كان غادي ما كانش كنظن ان كان غادي يمشي. ولكن سمعنا مع الزمالك ممكن تكون واحد الروبريز ولا هذا، راه سمعنا وغادي ندوزو تقرير غنتكلموا غادي. بالنسبه للحداد، الحداد ما حتى واحد ما يختلف عليه على الدور اللي كيقوم به لا هجوميا لا دفاعيا، ولا شتي الحداد نهار اللي ما كيكونش فيه في الوداد في المكان ديالو كيبان لي، لانه لاعب اللي كيقوم بواحد الادوار اللي كبيره جدا في الوداد، وهذا الشيء ما غيمكنش لواحد الانسان او واحد مشجع عادي غادي يفهم هذه الامور. فمحسن كواحد كانسان سبق لعب كره القدم كيفهم في هذه الامور، فعارف الدور اللي كيقوم به اسماعيل الحداد دفاعيا او في التغطيه او في غلق المساحات ملي كتطلب الكره عند الخصم او في الهجمات المرتده او في صناعه الاهداف، لا شفنا الاهداف اللي صناعه الموسم للاعبين. وبالنسبه كذلك الوليد الكرتي لصلاح الدين السعيدي، يعني وليد الكرتي راه غيمشي للراجا ياك حطوها في واحد لي سيت شتو ما بقاوش هضروا عليها، غنصيفطوه بريطي وباص. هي امور كتكون هاديه، راه اي واحد من حقه يحلم باللاعب اللي كيبغي، فالكارتي ما يمكنش انه وهذه راه حلمه حتى الحلمه خايبه. الكارتي اصلا من داك النوع اللي ساكت في النار النار كيهضر كيزلزل القاره. وهذه راه ماشي حلمه، هذه راه كوشمار. هذه انا راه ملي سمعتها راه قلت واقيلا كنحلم ولا شي حاجه، راه نطو وضربت الماء وكبيت عليا الماء، لان قلت راه ما راه هادشي راه اللي كنشوف راه ماشي هو هذاك، يعني ما يعني بصراحه. المهم ما نمر واخا غادي نقول شي كلمه غادي نولي يعني زابله اللهم بلاش. واخا جوج ديال هشام المفتي كيقول لك جوج ديال المعدين بدنيين ممكن يخلقوا مشكل. عرفنا ما نف بان سينا سنه يعني، واليوم سمعنا هذاك السربي تا هو سينا سميتو عدنان، السربي سميتو عدنان اوتزيكس عثمان، وهو بوزني الجنسيه وجاب طلب من المدرب من طبيعه الحال، قال لهم هذا راه كيخدم معايا وبغيتو يكون معايا ومزيان. ودابا حنا ولا عندنا حنا دابا فاش نديرو لي ريكروتمون ديال اللعابه، حنا دابا بالكين كنريكروتيو المدربين.
لا 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 ما متفقش معاك السي كريم، عرفتي علاش؟ علاش؟ لان ملي كيكون عندك واحد الفريق في الوداد بحال الوداد حاليا أيه؟ وكاين تقريبا اكثر من 30 لاعب، مستحيل ان معد بدني واحد اللي واش هذا المعد البدني ما انا بغي يركز على هذيك 20 لاعب اللي كتبريباري في حمله تعاوده المقابله او غادي يبريباري مع اللاعب. ومال ذاك العام؟ مال ذاك العام؟ مالو ما كان عندنا غا واحد؟ لا اسمح لي، ذاك العام كان فرق، لان ذاك العام كانت البطوله كونتيني بنت يعني مستمره، يعني كي سالينا البطوله ريحنا واحد 25 يوم ودخلنا مباشره لكملنا دور المجموعات في عصبه الابطال. هذا العام لا. واخ واخا نسولو السي، واخا نسولو السي محسن. محسن كمل كمل يلا كمل سعد السي محسن كمل. فملي كتجي لي انت بديت المقابله، انت غنتفق مع الرد ديالك لو كان الوداد قامت بانتدابات وحدوا اللائحه ديالهم وجابوا موعد بدني، غنقول لك ديك الساعه ربما ما كاينش قناعات به او 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 عندهم مشكل في التواصل مع المدرب او كذا وكذا. ولكن حاليا ما يمكنش لاي موعد بدني انه يتريني باكثر من 30 لاعب وهو كيوجدوا كيوجدوا الفريق في حاله تعاود اللقاء في مطلع هذا الشهر القادم. واش في سبعه او فهمتينا السي كريم؟ هذا هو. ولكن شوف حنا الا كان هذا الشيء مبلانين ليه مزيان، الا كانت رؤيه وهذا راه مزيان، هما هذا. ولكن الا داك الشيء غير كان حتى جا كما كيقولوا غتا جا مناف وغتا جا البوزني هضره اخرى، يعني غير باش يعني كتعرف يعني هذا باش ما يبقاش احكا راه هذاك ما كيعرفش وراه حكا هذاك ما كيعرفش وهذا هذا، ونوليو في داك الشيء ديال سميتو. حنا في غنى على هذا الشيء، الوداد في غنى على هذا الشيء. واخا نشوفوا السي ويلا جينا نشوفوا ويلا جينا نشوفوا السي كريم الفرق الكامله العالميه راه كنلقاو اكثر من معيد بدني، راه ماشي شي مساله اللي جديده، راه حنا اللي ولات عندنا هذه الفكره راسخه معيد بدني. مزيان حنا شوف حنا كنقولوا غير الا كان هذا الشيء متفقين عليه مرحبا، الا كان غير حوايج اخرين حنا داكشي علاش كنناقشوا حوايج. انا كنبغي نفهم، انا كنطرح تساؤلات باش نفهم، يعني مني سمعت بوزني جا معيد بدني كنتسائل كنقول راه ديجا كاين واحد عام هادي عارفين الخدمه ديالو، هذا ممكن هاد الحوايج اللي كانوا متفقين عليهم ايوا ماشي مشكل. واخا نشوفوا السي محسن. محسن ما رايك؟ هو خويا كريم المشكل وقتاش كيتطرح كما قال لك سي هشام، ربما يوقع مثلا كونفلي بين هاد الموعد وكذلك بين مناف، ولكن المشكل يقدر يتطرح منين كيكون مثلا هاد المدرب اللي جاي مثلا اسم كبير والمعد البدني اللي معاه كيخدم معاه ديما وحتى هو عنده مكانه هنا كيقدر يبغي يفرض مثلا طريقه الخدمه ديالو او لا. ولكن في هذه الحاله كنعرفوا ان الاسمين لا ديال المدرب ولا كذلك المعد البدني يعني غيكون حتى هو معد على يعني ما معروفش انسان اللي يلاه فهمتي ما خدمش انديه كبيره، وكذلك حتى ربما الطبيعه ديال الانسان البوسني اخويا كريم هذوك الناس يعني وناس مسالمين ومزيانين، فتنظن ما تنظنش واش يوقعوا مشاكل مع مناف. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو يقدر يكون واحد التكامل، وبعض الخطرات حتى هاد مانولوفيتش جيب هذا المدرب هذا الموعد البدني لانه كيثق فيه، لان كتمشي اخويا كريم انت غادي لواحد الفريق وهما عندهم واحد الموعد البدني، ولكن انت ما عرفتش هذاك الموعد البدني الخدمه ديالو ولا هذيك لاشارج اللي كيدير مثلا يقدر مثلا يكون كيفورسي على اللعابه يعني نهار الماتش يهلكهم لك. هذاك الشيء علاش كدير الموعد البدني ديالك وانك الا كان هذاك السيد تا هو مزيان راه كيوليو يستافدوا من بعضياتهم وكيكون واحد التكامل. ثاني حاجه في حاله الا كان مثلا الفريق لاعب مقابله او لا، ممكن معد بدني كيمشي معاهم اللي كيكون مع الفريق اللي كيكون رسمي، والمعد الاخر يعني كيتريني باللاعبين اللي كيبقاو اللي ما تكونفوكاوش، يعني هذيك 18 لعاب راه مشات، ولكن راه عندك واحد 12 لعاب باقا يعني ما تخليهاش كتسالى، على الاقل خاص اللي يخدم معاه. غير هو خويا كريم باختصار ان كنظن ما كاينش في هذه المساله ما كاينش مشكل. صافي ما كاينش مشكل. انا السؤال اللي قلته غادي نعاوده، غير الا كانوا متفقين عليه ما كاينش مشكل، يعني الا كانت شي حوايج غير هذا هذا هو التساؤل ديالي وصافي ماشي مشكل. يلا نمر غادي نوصلوا للميركاتو، نوصلوا للعابه ونجم الزمالك. غادي نشوفوا واحد التقرير اعداه السي ابراهيم. شفنا اليوم السي عبد الله، شفنا اليوم الكعبي وداز في راديو مارس وهدر
على 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 انه جاي الوداد وباقي الناس كيسولوه نفس الاسئله وباقي كيقولوا ليه ما فهموش علاش جاي فابو علاش ما طلب حتى شي حاجه وما فهمتش انا بعد الصحفيين اللي كنحتارمهم انا ولكن كتبقى تسول مني قلناها احنا النهار الاول بقاو كيضحكوا علينا ومني هذا بداو كيسولوا في السير كيقول لي واش بصح واش بصح ما طلبتي والو واش بصح ايوا غادي نوريكم انايا فيديو ديال قبل ما يلتحق الـ 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 الكعبي يعني ديك السنه فاش كان الوداد لاعب يعني لاعب 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 الفينال وكيفاش هن الفريق وكيفاش هذا من الشينوا اذا راه قلنا لكم راه السيد ودادي ولكن ما بغيتوش تسمعوا المهم شوفوا التقرير ونعود دقيقه ونصف ونعود. السلام عليكم، كنتمنى فريق الوداد يضاف ان شاء الله شي نتيجه طيبه، كنتمنى ليه التوفيق. من التمنيات بالتوفيق لوداد الامه الى كونه جزءا من دعامات الفريق الاحمر. أخيرا أيوب الكعبي في صفوف فريق الوداد الرياضي البيضاوي وبأفضل إعارة في تاريخ البطولة، كيف لا تكون كذلك والقلعة الحمراء تستفيد من هداف كبير عارف بتضاريس الكرة المغربية والإفريقية ليعوض ويليام جيبور دون صرف درهم واحد. اختيار صائب وإن كانت مدة الإعارة لستة أشهر كما هو مسجل في بيانات العقد، مع ورود أخبار تفيد أن نجم الشان القادم من الصين قد يمضي موسما كاملا رفقة الوداد وسيمثل إضافة كبيرة لهجوم الفريق الأحمر. ونظرا للاستحقاقات التي يقدم عليها فريق الوداد الرياضي البيضاوي هذا الموسم، يسعى إلى إنجاح صفقة تبادلية مفادها انتقال أونجم إلى الزمالك المصري واستقدام الكونغولي كاسونغو كابونغو، اللاعب الكونغولي صاحب 25 عاما التحق بالزمالك المصري سنة 2017 لكنه لم يقتنع به الرئيس مرتضى منصور، ما جعله مرشحا لمغادرة الفريق الأبيض. لاعب دولي بإمكانات عالية لعب لمنتخب بلاده وسيشكل إضافة قوية لهجوم فريق الوداد إذا ما تمت الصفقة بنجاح. الصفقة بنجاح. إذن عدنا لكم من جديد، شفنا التقرير ديال اللي عدوا لنا السي عبد الله، مشكور على تبارك الله عليك السي عبد الله، دائما متألق. واخا ندوزوا للكعبي، كما قلنا اليوم كان عنده تصريح وكانت اول حصه تدريبيه بالنسبه لهذا اللاعب هذا، وكانت حصه يعني تاع العشيه تاعيا. اذا التحق الكعبي بالتدريب اول تدريب اكثر من رائع. شكرا لك اخي، شكرا نبيل فكري، تقرير اكثر من رائع. وحنا كنجتهدوا شويه باش ما نجيوكمش خاويين، كنحاولوا ما امكن يعني نديروا واحد المجهود. واخا السي محسن، بالنسبه لك يعني الكعبي التصريح ديالو سمعنا اليوم، سمعنا التصريح ديالو لونطريمون والقضيه ديال اوناجم اللي هذا الاسبوع كامل، واش هذاك مرتديله باركي كيجرب كما كيقولوا في الجمهور الودادي، ولا باغي يحط هذاك كاسونغو في السوق، ولا ما كاينش هذه الهضره هذه. السي محسن هو اخوي كريم بدا معك بالكعبي والاول، تنظر الخروج ديال الكعبي صراحه وضح بزاف ديال الحوايج، يعني وضح المساله ديال الكونترا شحال فيها اللي هي 6 شهور، كذلك المساله ديال الراتب، لان كانوا بعض الناس كيتسائلوا انه ما يمكنش انه يجي جراتش. عندك يبدا يقول لك راه الناصري سحر ليه، عندك راه سحر ليه داكشي علاش ما طلب والو ولا هذا، راه نقدر نبداو نسمعوا هاد الاشاعات، نبداو نسمعوا هاد الحوايج هاد. وراه هادشي راه كنسمعهم شويه، هادشي راه غادي يبدا تسمعوا.
وهادشي راه كنسمعوه شو كريم هادشي راه كنسمعوه في مصر هذاك مرتضى منصور راه كيقول راه البارح كنخسر مع البارح كنخسر مع الاهلي عرفتي اش قال لهم قال لهم داك الحارس ديال الشناوي ديال الاهلي قال لهم فيما الضربات كيجبدها دير شي سحر اسود قال لهم نهار سان داونز مانهم تباركوا عليه خمسه ما قدرت تجبد والو سي ايوب اخويا راه ما غناخذوش المكالمات دابا الله يجازيك بخير نساليو المحاور ومرحبا بكم ناخذ المكالمه نبقاو معكم هنا حتى ثلاثه السوايع راه ما كاينش مشكل نساليو المحاور لان كيكون موجدين بعض الفقرات بعض الفيديوهات بعد هذا الى هذا كان انا كنتخربق يعني بصراحه اذا غير نكملوا المحاور ومرحبا بكم راه نبقاو قلت لك انا معكم حتى ثلاثه الصباح ما عندناش اشكال كمل اخويا محسن هو باختصار باش ربما باش دغيا نوصل للاخوان باش لانهم كيبغيو يتشاصلوا وداك الشيء هو اخويا كريم المساله ديال الكعبي وضحناها يعني لاعب اللي مؤدب لاعب اللي كيبغي الوداد راه شي ناجا ضحى كون كان لاعب اخر اخويا كريم وغيتقاضى الصالير ديالو من الفريق الصيني راه غيجي انت غيفرض عليك واحد الصالير وغيفرض عليك شي حاجه العكس السيد انه جا وربما ضحى بهذه الامور كامله وجا لعب فريق الوداد ومن غير الامور العاديه اللي عند اي لاعب يعني الشقه والامور ديال السياره وداك الشيء راه حاجه عاديه في كره القدم واي لاعب خاص توفر ليه الظروف باش انه يقدر يعطي معاك وشنا باش تعرف ان القيمه ديال اللاعب ولاعب المحترف ومخلق راه شنا الغد اليوم راه دخل في الحصه التدريبيه يعني ما خداش ما جاش وخذا خصو واحد السيمانه انه يمشي للبحر و10 ايام انه فهمتيني يمشي يتسارع وعاد يجي يبان لك في لونطريمو وعاوتاني يغيب يعني لاعب اللي محترف تنتمناو صراحه انه يتوفق مع فريق الوداد وعلاش لا ما يكملش معنا الموسم ان شاء الله الا كتاب ويتوجه لان قالها راه قالها في التصريح ديالو راه بقاو شي صحفيين الله يهديهم كيحكوا على الدبره وهذا وراه قالها في الاخر ديال التصريح لان عندي التصريح ديالو نقدر ندوزو وقال في الاخر بان راه كاينه الامكانيه انه يعني يزيد هذاك الشهر داكشي علاش كنقولوا حنا الجمهور راه غادي نحاولوا نجيبوا الكونت ديالو ديال الفيسبوك نحاولوا تستقبلوه حاولوا هذا يعني نشكروه لان باش يجيك لعاب في هذا المستوى من العيار الثقيل يعني يجيك ويطلب والو وهنا راه خاصنا نعرفوا يعني الحب ديال الوداد والحب ديال الجماهير ديال الوداد وكما قلتها وغادي نعاود نقولها راه قبل ما يمشي البركان راه كان غادي يحط الرحال في الوداد اولا والسي ماندوزا الله يهديه كان كيقلب على الجميله والجميله راه لقاها مع بركان المهم ما كاينش مشكل الدنيا هانيه وقت ما جا الخير ينفع نعم سيدي الجميله تحركات ورجع للوداد ياك ورجع ياك شفنا الفيديو راه البدايه ديال التقرير هذاك الفيديو راه خديته وقطعته هذاك فيديو قديم مني كانت الوداد غادي تلعب الفينال اذا غير باش نعرفوا الحب ديال كمل اخويا محسن واخا اخويا كريم باش نختصروا باش نعطيو الاخوان فرصه هو ان الكعبي راه صراحه قيمه ثابته لاعب اللي عنده امكانيات كبيره نتمنوا انه يلقى الداد ديالو مع فريق الوداد وان شاء الله علاش لا ما يتوش ربما غير في هذيك 6 شهور هداف البطوله هذه مساله الاولى المساله الثانيه هضرت على اللاعب ونجم صراحه كانوا عنده عروض كبيره ربما الاصابه كما قال السي رشيد ان شويه بحال اخرات شويه داك ربما داك التوهج ديالو كذلك داك القيمه ديال العروض الكبيره اللي كانت عنده فتنظن دابا خويا كريم عنده عروض تيبقى نادي الزمالك لان نادي الزمالك كان طامع في اللاعب الحداد لان عندهم هذاك الايلي ديالهم اللي معروف راك عارف كهرباء راه سنا فريق برتغالي ودابا عندهم مشكل ديال 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 عنده مشكل في التشكيله لان اصلا من بعد ما مشات لهم البطوله وكانوا متصدرين بواحد الفريق اللي كبير والضجه اللي عليهم وكذلك سنوات ما كيديوش الالقاب في مصر هادشي كامل خلى ضغط على الاداره وعلى الرئيس انه باش يجيب لاعبين كثار ولاعبين اللي يكونوا في المستوى فكان هنالك رغبه باش يجيبوا اللاعب الحداد وانهم يديروا بحال هذا صفقه تبادليه ويعطيونا حداد وياخذوا الحداد وكذلك بلس واحد المبلغ اضافي ولكن فريق الوداد ما الناصيري ربما كيفكر عارف القيمه السوقيه ديال اللاعب راه سوقوا بثمن اللي كبير بالنسبه دابا كيشوفوا هنالك عندهم ربما كاين رغبه باش يجيبوا لاعب باطنا اللي حتى هو عنده فالور في الخارج وكذلك كاين بلان عاوتاني ديال اوناجم
وبالنسبه لنجمه راه حتى هو هذا عنده زعما نسب كبيره باش انه يتعاقد مع فريق الزمالك، فضل ان حتى نجم عنده رغبه انه باش ربما يستافد ماديا اكثر. واخا كاسونغو هذا كاسونغو هذا واش 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 في النظريه ديالك القيمه ديال نجم ولا خاص يعني تكون اضافه ولا شنو؟ لان تا يعني تا الكعبي جبناه ولكن راه خاصنا نجيبو افاسونتر اخر، لان ما يمكنش يعني الكعبي غادي يعني 6 شهور بدا تقلب عاوتاني ونبداو نديرو هذا. راه وتا الوداد الا بغينا نقولو في الطوب ديالها ملي كتلعب بدو افاسونتر الكات كات دو كلاسيك، كنظن ان كتكون يعني كتكون عندها النجاعه الا بغينا نرجعوا الايام اللي كانت الوداد هذا. كنظن طريقه يعني ملي كيكون عندك دو ما عرفت واحد كيدمر وواحد كيماركي. كنظن انا غير الراي ديالي، ما رايك انت السي محسن؟ هو كتبقى اخويا كريم على حساب المدرب ولو تقريبا بنسبه كبيره. دابا ربما لي سيستيم اللي ولاو كيتلعبوا عندك 4-3-3 يعني هذا تقريبا هذا هو لو سيستيم باش الكره الحديثه اللي ولات، ولكن كتبقى كل مدرب كاين كيلعب بجوج مهاجمين غير هو بغض النظر على جوج مهاجمين راه خصك ضروري مهاجم بديل ديال الكعبي في حاله الا لعبتي بافون سونتر واحد. بالنسبه لاونجم حنا تنعرفوا القيمه ديالو، ولكن اخويا كريم الا ما كانش باغي يجدد معاك وباغي يمشي باي ثمن، اللهم انك تجيب مهاجم لاعب كاسونغو هذا كاسونغو كابونغو اخويا كريم، هذا لاعب اللي لاعب دولي كان في المنتخب ديال الكونغو الديمقراطيه، لاعب اللي كان في الاتحاد الليبي وفي 2017 جا للزمالك المصري في الموسم الاول ديالو في 2017 2018 كان ماركا 22 بيت في 34 مقابله، يعني هداف مزيان. شفت لي بعض المقابلات زعما لاعب مزيان ماشي شي لاعب اللي ضعيف، غير هو القناعه ديال مرتضى منصور ما كانش مقتنع باللاعب، يعني المدرب اللي كان كروس كان مقتنع باللاعب ولكن مرتضى منصور ما كانش مقتنع باللاعب وكان باغي يصيفط اللاعب وباغي يعطيه فرصه لاحداد لان كانت عنده واحد الثقه كبيره في احداد لدرجه انه صيفطوا ما مقتنعش به صيفطوا اعاره. واخا واش هاد مرتضي هذا واش غير كيعرق كوشاري وما كتبان لي غير الوداد ولا اللعابه ديال الوداد؟ ما فهمتش انا واش ما بغاش يعطينا اتساع. عاوتاني ما تنساش اخويا كريم، عاوتاني راه ما تنساش راه هذيك الهزيمه اللي كان خداها بخمسه لجوج وكانت هذيك الريمونتادا لولا بعض الاخطاء الدفاعيه اللي كانوا شويه كارثيين صراحه هما اللي قصاونا كنا نفوزوا بهذيك عصبه الابطال. وبغض النظر على المقابله الكارثيه ديال الذهاب بقياده توشاك، على كل هذيك بقات راس خالو في الذهن ديالو، وخاصه هذاك الاداء ديال الحداد اللي كان هذاك النهار. شنقول لك اخويا كريم، ربما حتى رونار كان حاضر في المدرجات ديال الامير مولاي عبد الله اخويا كريم في الرباط، كان عاود تفاجئ الاداء ديال الحداد، تفاجئ بان كاين لاعب في البطوله بهذاك المستوى. للاسف الحداد ربما الاصابات هرسوا، وكذلك حتى لو سيستم كنعاود ناكد عليه ديال المدربين اللي تولوا على الوداد ما قدروش يخرجوا من الحداد هذاك الشيء ربما الامكانيات الكبيره اللي عنده. حتى جا البنزرتي الى حد ما عاد كيخرج منه شويه ديال الامكانيات، ولكن جات مع الاصابه والضربه القديمه اللي كانت عنده وشكفه كترجع عليه، هادشي كامل خلى ربما الحداد ما عطاش هذاك الشيء اللي عنده. يعني هو مستوى كبير، ولكن على كل رجعوا اخويا كان بالنسبه لنجم كما قلت انت صفقه في حاله الا ما كان باغي يبدل الاجواء باي طريقه فممكن تكون صفقه تبادليه مع مبلغ اضافي. ما كانش مبلغ اضافي راه غتجيب ان بون سونتر، وكنعرفوا لي زافون سونتر اخويا كريم القيمه شويه الماديه ديالهم شويه كبيره، ونشوفوا ولو كنتمناو ان نجم ربما القيمه ديالو تستحق صراحه انه يمشي بمبلغ اللي كبير على الاقل واحد جوج ديال المليون ديال الدولار واكثر. واخا اذا بالنسبه للعوده ديال انا نطرح السؤال للسي رشيد، العوده ديال ايوب الكعبي هل هي لا بغينا نقولوا ظاهره صحيه؟ لان حنا كنعرفوا لا بغينا نبداو نقولوا اللاعبين اللي كيمشيو وكيعاودوا يرجعوا للبطوله اكثريه منهم ما كيقلعوش، الا نجبدوا القرناص الا نجبدوا بزاف ديال اللعابه ما لا مجال باش نجبدوا الاسماء، لا يهمنا الاسماء ولكن غير ليكسبيريونس عطات بان اللعاب اللي كيمشيو. واش يعني ايوب الكعبي من هاد الطينه ولا 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 ما نقدروش نقارنوه مع لاعبين اخرين اللي مشاو وعاودوا رجعوا؟ السي رشيد، وبالنسبه لايوب الكعبي فالحتى واحد ما غيختلف على الامكانيات ديالو والاهداف اللي كيسجلوا طريقه اللعب ديالو، ولكن خاصنا نشوفوا طريقه التوظيف كيفاش المدرب غيوظفه.
كيفاش غيوظف اللاعبين اللي غيكونوا وراه باش يساعدوا ويمدوا بالكرات باش يسجل الاهداف. الا كان واحد التنشيط في وسط الميدان اللي في المستوى واثق بيا بان الكعبيه ممكن انه يكتسح جميع الفرق يسجل عليهم. فاللاعب اللي كيعرف يسجل بالراس كيعرف كيفاش يحتفظ بالكره كيعرف يراوغ، لاعب اللي استري عنده واحد اللياقه بدنيه اللي كبيره ما شاء الله. فهنا لازم نتكلموا على كيفاش المدرب غيوظف اللاعبين، اما الطريقه واش غينجح ولا ما غاديش ينجح، واي لاعب يرجع ربما كيكون المستوى ديالو نقص. فهنا هذا راجع للدوري الصيني، لان الدوري الصيني متوقف حاليا، يعني هو باش يتخلاو عليه، والبطوله ما غتبدا حتى فبراير او مارس، يعني هما عوض من اللاعب يبقى جالس هو طلب انه يجي يلعب. اذا هذا دليل على ان الكعبي الطموح ديالو كبير، باغي يطور نفسه، باغي يوصل للاهداف ديالو. ربما الكعبي انا كنت كنتفائل بانه غادي يمشي للفرق الكبيره اوروبيه، ولكن الاختيار المادي اللي كان من النهضه البركانيه هو اللي خلاه يمشي للصين، وحتى العرض ما يمكنش لاي فريق يرفضه بكل صراحه. الكعبي لاعب اللي حاد الراس، اللي ضريف، اللي كيعرف، اللي متواضع، اللي باغي يخدم، اللي باغي يطور راسه، ولاعب اللي كيكونوا فيه هذه الصفات راه كون على يقين انه غينجح. وكيف ما قلت يا كريم في التقرير اللي داروا الاخ اللي كنوجهوا ليه الشكر من هذا المنبر على المجهودات اللي كيقوم بها معنا، فالكعبي الانسان اللي جا يلا 48 ساعه باش دخل المغرب وجا للتدريب، يعني ما تعطلش. لاعب اخر كيف ما قال محسن ربما غيبقى يمشي هنا، غيبقى يدور هنا، غيبقى يدور على المواقع، يريح، يهضر هنا. لا السيد باغي يخدم، عارف الاهداف، قال لك انا جيت الوداد، عارف اش باغي من الوداد، باغي نلعب، باغي نتالق. اذا اللاعب ملي كيكون عنده الطموح ما كيفكرش في الماديات، جاي باغي يلعب، وخير دليل انه جا لعب زيرو درهم كيف ما كنقولوا. لاعب اخر اللي كيفكر في الماديات وعارف راسو المستوى ديالو ناقص، راه غيجي غيبغي يبروفيتي الفلوس. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكعبي. انا صفقه ناجحه للوداد، وعندي واحد الاحساس بنسبه 98% غيكمل الموسم مع الوداد ان شاء الله. واخا بالنسبه للكعبي كما قلنا في 2017 كان غيجي للوداد فاش كان في الراك، كان سجل انذاك في الدوزيام ديفيزيون 25 هدف، في 2018 سجل 34 هدف مع نهضه بركان من اصل 50 مباراه، لان كنا كنعرفوا بان بركان لعبات الكاف ولعبات هاد الحجره. 2019 سجل 8 الاهداف من اصل 28 مقابله مع هيبي شينا، هاد الفريق ديالو، ورفقة المنتخب المحلي كان ماركا 13 هدف من اصل 11 مقابله، ورفقة المنتخب الاول ماركا 8. اذا كان تالق في فلاشان اللي كان دازت في المغرب. اذا لاعب كنظن انا بالنسبه لي انا غير رايي، يعني انا ماشي يعني مختص ولا هذا، رايي انا الا كان مع افا سونتر خور وكما قلت طريقة 4-4-2 كنظن تقدر تكون دفالوريزي شي هاد القيمة ديال الكعبي. انا بالنسبة لي راه الا ما جاش افا سونتر اخر، يعني ممكن ما يبانش الكعبي المستوى ديالو كنظن، لان الا بغيتي دفالوريزي هاد 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 الصفقة هادي ديال الكعبي خصك تجيب افا سونتر اخر. في النظريه ديالي انا ماشي تقني، ولكن غير في النظريه ديالي من الماتشات اللي شفتيه دائما ملي كيكون مع افا سونتر اخر، يعني تفاش كان في بركان مع لاباكو جوج شفنا المستوى ديالو. سي محسن، هو اخوي كريم، هو للاسف ان ربما هذا الكعبي غيجي الوداد، وان هذا الحداد ما غيبقاش في الوداد، وربما حتى اونجم. لو تصوركم بقى الحداد واونجم في الوداد مع الكعبي، غيلعب غير افون سونتر بوحدو اخوي كريم، راه نقدر نقول لك انه هداف البطوله يقدر يديها في فتره الذهب، يعني مرحله الذهب يقدر يديها هداف البطوله. ما نساوش ان راه جيبور العام جيبور في 2017 باش علاش هداف البطوله، لان كان المستوى ديال الكرتي وديال الحداد وديال اونجم كانوا في الطوب اخوي كريم، راه كانوا كيعطيو. ربما لو كانوا كون كان غير هذا العام مع البنزرتي بالطريقه باش كيلعب البنزرتي، راه غيماركي عدد كبير من الاهداف، وشنا الاهداف اللي كانوا كيضيعوا، وكذلك لا باباطوندي ولا الحسوني ولا، يعني اخويا كريم انا كنظن ولو يلعب غير
غير نتمنى ان المهاجم هذا المدرب ان الطريقه باش يكون كيلعب يخدم على اللاعبين دي ميكانيزم يعني كرات اللي كتلعب بيناتهم لي زين دو ويكون شويه يكون شويه تيطلع البلوك ديالو يعني ما يلعبش بواحد البلوك هابط باش ما يكرفش اللاعبين لان الكعبي راه شنا حتى مع المنتخب الشان راه كنلعب مهاجم السلامي كنلعب مهاجم واحد اللي هو الكعبي وكانوا لي زيدي حدراف مع الحداد والكرشي في الميديا وشنا انه التهدف ديال الشان يعني اخوي كريم هذه المساله ما فيهاش مشكل واخا اذا ما فيهاش مشكل اذا غادي 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 نشوفوا هذه القضيه هذه نشوفوا بالنسبه كما غادي نهضروا على المقابله الاعداديه غادي نهضروا على اللاعب اللي الافريقي اللي كان بتوصيه من عند من طبيعه الحال المدرب نبقى غير الصوره ديالو باش ما نبقاوش نهضروا يعني خصنا نهضروا ونحطوا الصوره ديالو واخا نقراو بعض لي ميساج ريتما هي لقيتها اذا الصوره ديالو ها هي لاعب اللي غادي نهضروا عليه لاعب اللي توصيه من المدرب الى بغينا نقولوا مدافع ما عرفش انا يعني هذه كطرح عليا كطرح اكثر من علامه الاستفهام ملي كنبدا نسمع المدافعين كنقول ياك ما داري يعني داري غادي 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 يمشي ولا كومارا لان ما عرفتش المهم هذا المدافع بريميرو ديال بريميرو اغوستو الانغولي بوبو وهضرنا عليه هذه كنظن يومين ولكن تاكد الخبر انه قريبا من الوداد سي رشيد الى عندك شي معلومه بالنسبه لهذا بوبو واس كريم هنا دابا باقي ما عرفناش واش الى كان واحد توجه عند فريق الوداد الرياضي انه يبيع كومارا او داري لا حتىش دابا بلات نعطيك السؤال غير بطريقه اخرى دابا راه ما يمكنش المدرب غير يجي يلاه جا سيمانه هذه ولا 10 ايام يجي سيمانه ولا 10 ايام ويبدا يجيب المدافعين راه ما يعني راه ما يمكنش على الانسان غير لا فكر نعم سيدي انا غنشرح لك الامور اشرح لي اخويا اشرح لي الامور بسيطه اخويا الكريم واخا اشرح لي انت الا كان المدرب الا كان عنده الا كان تكلم مع الرئيس وتكلم مع المسؤولين اللي في الوداد واكدوا لي بانهم غير ان احد المدافعين غادي يمشي واشي قلنا غادي يتباع فاكيد انه غادي هو كي وراه هادشي اللي قلنا لك السي رشيد راه هادشي اللي قلنا لك راه ما غاديش يجي غير من الصباح يصبح باقي الله 10 ايام جا وغادي يجي وغيبدا يجيب المدافعين غير هكاك واش كاين معاه واش قالوا ليه راه بان راه كومارا ولا داري راه عندهم هذا ومن بعد الحكم ديال الطاس راه ممكن نشوفوا واحد فيهم غادي يغادر ولا كتعرف شي واحد مدافع ولا هذا هو طرع عليهم هذا هو دابا هذا قريب من الوداد باش كريم عاوتاني كاينه واحد المساله اللي في غايه الاهميه اليوم خاصنا نشوفوا اليوم شحال في الشهر بعدا اللائحه الافريقيه اللي خاصها تكون يعني الا كان لاعب غادي يمشي اذا راه للمدرب الرئيس عارفين اللاعبين اللي غادي يغادروا الفريق اذا الامور هنا منتهيه واللاعبين اللي غادي يجوا راه ربما غادي يتعاقدوا راه غادي يكونوا تعاقدوا معاهم وسجلوهم وصيفطوهم للائحه الافريقيه اذا هنا الامر فين كيفاش هنا الامر كيتعلق برئيس النادي وبالمدرب يعني هذاك الشيء اللي كيدور بيناتهم حنا ما يمكنش لينا نعرفوا حنا كنعطوا غير كنشرحوا كيفاش الوضعيه انا ما نظنش ان مدرب غادي يجي عارف الخصائص كاين في خط الهجوم غادي يجي يقول لهم انا بغيت مدافع هنا كاين واحد الامر اللي مهم جدا ان المدرب على بينه بان احد اللاعبين في الدفاع غادي يمشي هذا كيخلي انه هو غيجيب واحد المدافع اللي واثق من الامكانيات ديالو ما غيحتاجش واحد الوقت انه يدير لي اختبار تقني او بدني لانه كيعرفو مزيان بالنسبه لي انا هذا هو واخا ما عرفتش انا واش هذا السوق ديال طوغو وهذه انغولا وقيل فيها الهوتات لان هذاك الطوغولي اللي كان كيدير التيست هذه جوج سيمانات هو كيدير التيست بين عشيه وضحاها صبح برشيد يعني
هنا كانت علامات الاستفهام كبيره، ما عرفتش يعني واش يعني هذاك ما بغاش وقال لي صيفطوا هذا عليا وجاب واحد اللي كيتيق فيه مزيان، حنا المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الانتدابات ديالو، هو اللي عارف حنا ما يعني هو اللي كيتحمل المسؤوليه، غير هاد اللعابه اللي كيجيو يديروا تيست وكيبقاو جوج سيمانات وما كيديروا التيست. هذاك الطالياني فين مشى؟ هذاك ما سميتو كاع ما عرفتوش كاع فين مشى، يعني شفتو ما بقاش كاع كنهضروا عليه. هذاك لارير غوش اللي قال لك عجبهم وما عجبهمش، يعني عجب الطاقم التقني، اذا حتى هو ما عرفناش فين هو. اذا كما كنقولوا يعني بقى واحد 24 ساعه على الحكم يعني ديال هذا، بزاف الامور غادي تبان. كريم نعم سيدي، وغير في هذه المساله ديال ان فريق الوداد غيمشي مدافع ولا هاد الامور كانت باينه اخويا كريم من الاول ديال العام، راه الا لاحظت غير مؤخرا قبل هذه واحد الشهر اولا الناس اللي كيقلب على مدافع، راه كانت ربما كانت غتكون مفاوضات مع البوفتيني مع اللاعب خفيفي، كانوا لعابه مطروحين، غير الامور ديال الطاس اللي ربما اخرات هذاك الشيء وخلات التركيز كامل منصب على القضيه ديال الطاس. اما المساله ديال انه غيمشي مدافع راه بنسبه كبيره الا ما مشاش دابا ممكن في الميركاتو الشتوي يمشي لك، اولا على اقصى تقدير ممكن الموسم القادم ان المدافعين بجوج ما يقدروا يمشيو، لذلك فغيكون ان الناصري كيوجد للمرحله الجايه، يعني على الاقل هذا اللاعب ديال الانغولي اذا كان في المستوى على الاقل تقدر تجيبو دابا اولا تجيبو في الميركاتو الشتوي، يعني يلا غتوجد دابا تقدر دير معاه بري كونطرا ولا تجس النبض ديالو كما تيقولوا داك الشيء وتوجد. ومساله اخرى ان في حاله اذا مشى مثلا المدافع دابا راه هنالك كاين المدافع، راه كاين ناهري كيلعب في اللاكس، كاين ما نساوش ان ممكن ان ما عرفتش انا نجم الدين واش قيدوا ولا ما قيدوش اللي جابوا حتى هو مدافع، كاين يعني كاين جبران اللي ممكن يلعب حتى هو مدافع، يعني هذا السيناريو اخويا كريم كنظن الناصري عارفو ديال الحساب ديالو، غير هو بالنسبه من غير هذاك المدافع راه حتى هنالك رغبه يجيبوا حتى لارير غوش ديال بريميرو اغوستو مع ربما لارير غوش حتى، وكاين عاوتاني يهضر على لارير غوش ديال فيتا كلوب هذاك موزينغا. موزينغا اللي هضرنا عليه، واحد جوج لعابه كنقلب على التصاور ديالهم كنا هضرنا عليهم، هذوك حتى واحد ما كيهضر عليهم، دوك جوج لعابه السي رشيد دوك اللي كيديروا التيست، ولكن هذوك لي سبوار هذوك لا سبوار هذوك رشيد لا لي سبوار ديال الامل هذوك فريق الامل، لان الوداد حاولت انها تستافد من القانون اللي دارت الجامعه ان الفريق يكونوا هادو سبعه الاجانب بما فيهم انها يكونوا لاعبين او يكون ثلاث لاعبين تحت السن في فريق الامل، يعني وممكن انهم يستافدوا منهم مع الفريق الاول، ولكن شرط ان اللاعبين الاجانب في الفريق الاول في اي لقاء ما يتعداوش اربع اجانب، يعني حتى الان ما كنعرفوش الاسماء ديال اللاعبين او المراكز ديالهم فين، فقط صور. نتمنى ان خاص بكل صراحه السي كريم خاص بعض خاص الوضوح في بعض الامور في الوداد، وخاص الموقع والصفحه الرسميه يتحركوا شويه، لان راه عيب ملي كدير واحد المعلومه كتبحث على الاسماء ما كتوصلش ليهم كتبقى عندك غير صوره، فهذا الشيء لا يمت للاحترافيه بصله. بالنسبه لي انا لا كان هذا القرار غيستافد منه الوداد بجلب لاعبين اللي في المستوى وقدموا اضافه في الفريق الاول فمرحبا، اما لكن غنجيب لاعبين على امثال سيسوكو وطبقه اللي غيتسبوا لينا غير في المشاكل من بعد، فكيبان لي ما عندنا ما نديروا بهم. واخا اذا وبالنسبه كريم راه كاينه شي حاجه صيفطها لك في الميسنجر فحاول انك تشوفها، لان شيء جديد كيتعلق بقضيه الطاس اخويا. بالنسبه نسينا واحد القضيه نسيت ما قلتهاش، بالنسبه للنصير راه عيطوا ليه حتى هو باش يكون شاهد يعني بطريقه الانترنت، يعني نسيت هذه المعلومه هذه. بالنسبه لا انت اخويا كريم قلتيها لي كابيتانو ولي زارب الاربيط والمراقب ديال المقابله، حتى انا مقيد هذاك الشيء ولكن ما عرفتش انا واش قلناه ولا لا. المهم حنا كنحاولوا نعطيو كاع المعلومات. نعم سيدي كريم، غنتكلم على الجديد اللي ظهر لينا في قضيه طاس، الاخوان كيسولوا باش نكونوا على مقربه من الاحداث.
فاليوم فقبل 31 دقيقة جمال الصيفي الصحفي المتألق كتب أن كتب الدفوعات اللي اعتمد على الفريق الترجي، قال لك ركز الفريق الترجي التونسي في مرافعته اليوم على مجموعة من الجوانب الشكلية من قبيل تعنيه في قانونية بدل المكتب التنفيذي للكاف الملف، حيث اعتبر أن ذلك ليس من اختصاصي، وأنه كان من المفروض أن تبت إحدى اللجان التابعة للكاف الملف كلجنة المسابقة الأندية أو لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقية والاستئناف، كما ركز في مرافعاته على طبيعة القرار هل هو تنظيمي أو تأديبي. وعطى جانب من دفوعات الترجي اللي حصل عليها من المصدر ديالو بالصورة راه كاينة راه أرسلتها لك، ممكن تحطها في الشاشة باش يشوفوها جميع الإخوان ديالنا اللي معنا في اللايف. واخا فهنا الترجي، هنا الترجي كيبان لك أنه أنه مشى لواحد الطريق اللي كيتهم فيها الكاف وكيطعن في القرار ديال الكاف، ربما من خلال هذا الشيء اللي تقدم به الترجي التونسي. فأعتقد أن ربما اللقب غادي، ربما الكاف غادي يدافع على راسه أمام هذه الأمور وغيكون في صالح الوداد الرياضي. ونتمنى، وصلتني الصورة ديال سي جمال الصطيفي، مشكور سي جمال الصطيفي اللي ما أنا غادي نحاول نحطها ونحاول نحطها باش يشوفوها جميع الإخوان. إذن إحنا كنحاولوا كما كنقولوا يعني ما نجيكمش خاويين، ونحاولوا أي حاجة ولا أي يعني خبر اللي كيطيح ديك الساعه كنحاولوا نكونوا الاولين باش نبتوا. واخا انا نقرا واحد ميساج ديال السي، قال لك السي احمد بوعزيزي، اسكو لو جوور كونغولي دي زمالك ني با بليسي، واش عندكم شي اخبار على هذا مبليسي ياك ما باغي يلصقوا لينا هاد المرتدي؟ لا 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 السي كريم اللاعب ديال الكونغو ديال الزمالك غير مصاب نهائيا، هو كان معار للوحده السعودي. المشكل اللي كاين عند الزمالك المصري كيف ما قال سي محسن قبل هو عدد كبير ديال اللاعبين الاجانب اللي عنده حاليا. مرتضى منصور كيقلب على كيفاش يتخلص منهم بواحد الطريقه ذكيه، فالامر اللي ما نجحش مع اسماعيل حداد نظرا للعروض اللي جاوا، فهو بتوصية من أحد اللاعبين ومنهم خالد الغندور اللي أكد على أن صفقة تبادلية مع الحد مع أوناجم، لأن أوناجم منسجم مع أشرف بن شرقي وكيفهموا بعضياتهم. فهنايا أنا كنتمنى أوناجم باقي لي عام في العقد ديالو، إلا كانوا غيزيدوا واحد المليار و500 مليون فمرحبا، لأن المستوى ديال اللي لعب فيه أوناجم فهو أعلى بكثير من المستوى اللي لعب فيه كاسونغو أو أي لاعب في الزمالك. إذن مهم هو كريم. نعم سيدي. غير الاخ اخوي كريم هضر على الاصابه ديال كاسونغو، ممكن انه كان تصاب في الدوري السعودي، ولكن راك عارف الاصابه ديالو غيكون تعافى من هذيك الوقيته، لانك كنظن كانت عنده شي اصابه وقال شي شد ولا شي حاجه بحال هكا الا ما خانتنيش الذاكره، مع الفريق ديالو الوحده السعودي في البطوله السعوديه. غير هو اخوي كريم مساله اخرى باختصار هي ديال الكونغولي اللي هضرتي عليه انه مشى لبرشيد كيتيستي، هو اللي خصنا نعرفوا دابا داك اللاعب ليبر يعني لاجون ديالو جايبو كيتيستي فين ما لقى مرحبا، فهمتيني؟ جا الوداد ما دارش ما 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 ما, ما تقبلش في لو تيست، راه غيمشي لبرشيد غدا غتلقى في خريج يبقى بقى في الجيش ما لقى والو هنا، راه غيمشي عاوتاني للعمان ولا سوريا ولا فهمتي ولا العراق ولا غتلقى شي فريق مغمورش. ما هذه مساله عاديه. واخا انا ما يهمنيش انا فين ما بغى يمشي، الله يسهل عليا، ما عندنا مشكل. انا اللي كنقول هو انه هذا جوج سيمانات هو كيتيستي، يعني كون جا جوج دو سيونس تروا سيونس بان لهم هذا ما غيصلحش ما كاينش مشكل، من غير الا ما كان عندهم يعني المدرب مورك على هذا اللاعب وكيعرفوا مزيان. لا لا, لا لا كريم والمشكل فين كاين؟ المشكله هو ان ما كانش المدرب، المساعدين لا اشامي ولا مصنداو، بنادم كيخاف لا ياخذ شي قرار، فهمتي؟ يخاف انهم ياخذوا قرار بان اللاعب ضعيف والغد ليه يبان في نادي اخر، يعني في الاخر مين غيبان غيتلاموا فهمتي قدام واضح. غير هادو ملي كيجيو راه كيجيو على النفقه ديال الوداد وكيريحوا في لوطيل على النفقه الوداد، وراه ماشي كيجيو فابور وكيريحوا كيمشيو يخيموا في مخيم لاله مريم، راه كيمشي لوطيل وكيريح وهذا، وراه هادشي كله على حساب الوداد. داكشي علاش انا كنتساءل. لا ولكن انا نعطيك مثال بسيط اخويا كريم. عطيني لاعب كومارا،
لاعب كومار لاعب كومار 15 يوم هو هو كيبريباري مع فريق اولمبيك خريبك كيدوز لو تيست في الاخر ما هزوش وجا الفريق الوداد وشن ان كومار دابا شوف القيمه ديالو يعني في الاخر شكون اللي كيتلاموا المسؤولين ديال خريبك ان ربما النظره ديالهم كنظره يعني ما عندهمش هذيك الرؤيه ديال انه باش يعرفوا يختاروا بين اللاعب اللي موهوب ولاعب اللي عادي وهما ضيعوا لاعب اللي ممكن كان انه يعود على الفريق ديالهم باموال اللي كبيره ومن جا الوداد شو حسب الناصري وكذا لانه سنى اللاعب واخا سي رشيد الا كان ممكن نعاودوا نقراو هذاك هو حطيت هذاك ديال سي جمال السطيفي وهادو هما الصحفيين اللي كنهضر عليهم هادو هما الصحفيين المستوى العالي اللي هذا اللي كتقول صحافي اما يعني الناس اخرين فهمتي صحافي راه باين فهمتي اذا السي رشيد الا كان امكانيا نقراو هذاك نترجموه مترجم واش كتعرف الترجمة اخويا راه الا ما كنتيش كتعرف الترجم راه كاينين الناس كيترجموا مزيان السي رشيد كترجم مزيان ماشي انت اخويا كريم انا القراجي ديالي بان لي شو لا بالعربيه نترجم راه الفوق بالعربيه انا قلت لك واش كتعرف الترجم مزيان لان راه بزاف الناس كيترجموا بالانجليزيه والفرنسويه راه كيطيروا سنيسله راه كيطير في هادشي يلا قرا لنا اخويا قرا اخويا هو شو كريم هو تيقول شو هو اخويا كريم تيقول لك الكوميتي اكزيكوتيف دو لا كاف نا با دو كومبيتونس بور اوردوني دو روجوي ان فينال دو لا ليغ دي شامبيون دو لا كاف يعني تيقول لك اخويا اللجنه التنفيذيه ما عندهاش الحق ليست مؤهله انها تعطي الامر باعاده المقابله ديال كيهضروا على النهائي ديال لا كاف ني لو ستاتيو ديال لا كاف ني لو ريغلومون دو لا ليغ دي شامبيون دو لا كاف ne contient de base légale un statutaire habilitant le comité exécutif يعني تيقول لك حتى في يعني في لي ستاتيو يعني القوانين اللي مبنيين عليهم اللي تبنات عليهم لاكاف يعني وكذلك القانون المنظم لعصبه الابطال الافريقيه قال لك حتى وحده فيهم ما كتحتوي على شي حاجه اللي كتعطي اللجنه التنفيذيه او عطى لنا انها تاخذ شي قرار من هذا النوع نشوفوا كاين عاوتاني 54 اون افي une telle décision qui est de nature disciplinaire relève uniquement de la compétence des instances disciplinaires de la compétition. يعني تيقول حتى الامور زعما ديال العقوبات وداكشي يعني هنالك لجنه اخرى اللي ديال ديسيبلينير اللي مكلفه زعما ديال يعني الامور هذا ديال الانضباط هي اللجنه ديال الانضباط هي اللي مخوله زعما تحكم في الامور الانضباطيه يعني العقوبات مثلا بحال العقوبه ديال انهم فرضوا عليهم غرامات وامور اللي متعلقه ان ممكن ان الرئيس ديال الترجي يتوقف ولا شي حاجه راه الترجمه بالعربيه راه محطوطه الفوق شنو عندي راه هي اللي قرا قبيله السي رشيد كنظن ياك السي رشيد هي اللي كتب سي جمال السطيفي قال لك ان الترجي ركز في المرافعات ديالو على مجموعه من الجوانب الشكليه من قبيل طعنه في قانونيه بدل المكتب التنفيذي للكاف في الملف واعتبر ان ذلك ليس من اختصاصه هو انه كان من المفروض ان تبت احد اللجان التابعه للكاف في الملف كلجنه مسابقه الانديه او لجنه الانضباط ولجنه الاخلاق والاستئناف كما ركز في مرافعاته على طبيعه القرار هل هو تنظيمي او تاديبي وعطى الصوره ديال الدفعات اللي حصل عليها من المصدر ديالو فهاد النقطه سي كريم حنا كن بكل صراحه فلا جمال السطيفي لا منعم بالمقدم فهو مقام بواحد المجهود الكبير في متابعه هذا الملف منذ الشهاد ديال رادس الى يومنا هذا وهذه تحسب لهم وغتبقى في التاريخ ديالهم كصحفيين ورسالة لهذوك الناس اللي كانوا كيقولوا ان الوداد انسحبت من اللقاء واليوم كنتسناو ردة الفعل ديالهم كيفاش غادي تكون ملي الحكام في الطاس اكدوا على ان الوداد ما انسحبش كنتسناوهم يخرجوا ويعطونا تفاصيل واخا اذا شكرا سي جمال السطيفي وغا باش نقول لكم واحد المعلومه ان جمال السطيفي راه ودادي يلا سيروا دابا نشروها في
هذوك اللي كيتصنطوا لنا دوك اللي كيتصنطوا وباغيين يدوا الخبار انا كنقولها لكم وكريم جمال سطيفي راه ودادي وكنعرفو. نعم سيدي نعم وكريم وين يمشي ويدقوا على وجه الله كيقول لك وقفوا لنا جمال سطيفي. جمال هو راه كيشوش. اذا تحيه للسي جمال سطيفي ودادي حر ماشي دوك الوداديات المدرعين ودادي نيت. اذا تحيه للسي جمال. نعم سيدي هو الغريب في الامر هاد مع وصلني انا وصلتني غير لا فيرسيون بالفرنسي انا اللي بالي قريت غير بعض لي زارتيكل هنا. الغريب في الامر في هادشي اللي بالي دابا لان ما عندي غير بعض لي زارتيكل بالزربه طليت عليه. الغريب في الامر ان ما بانش لي الناس ديال الترجي كانوا كيدويو على الانسحاب والبرامج ديالهم وداكشي ما بانش لي الانسحاب وداكشي بان لي غير بل كيهضروا على اللجنه لا هذيك اللجنه ماشي هي اللي خصها تحكم لا هذيك اللجنه ما عندهاش الحق لا القانون ما كيقول هذه اللجنه يعني امور اللي فهمتي يعني بحال حاولوا يلعبوا على واحد النقطه اللي بعيده فهمتي بحال هذيك المساله ديال الامن اللي بغاو يدخلوها لراسنا كوم كو حنا كندويو غير على الامن ديال تشونز بغاو يدخلوها لنا نفس الديكور دابا هما كيهضروا على حاجه اللي صراحه بعيده يعني بانت لي انا غريبه في هذا لي زارتيكل اللي قريت لانهم فرعوا لنا راسنا من السحاب وداروا والحكام وهذا وفي الاخر ملي كتشوف هذا الشيء اللي كاتبين هنا كيبان لك كيهضروا على اللجنه التنفيذيه ديال لاكاف اللجنه ديال العقوبات لا هذه ما خصهاش تقول لا هذه اللي خصها دير. على كل ونتمنوا يكون خير ان شاء الله باش ان هذاك اللوبي ديال الفساد اخويا كريم يتهرس. واخا خويا كريم اذا كان غير قراو بعض لي ميساج للاخوان باش من وقرا قراش كتبغي تقراها اللي بغيتي. لا ما عنديش ما عنديش لي ميساج مع خدام معك بالتليفون واحد السي ايوب اقصبي والسي ايوب كحسبك بعقلك شتي كيف كتخسر في الهضره ما فهمتش السي ايوب انت مع من كتهضر واش كتهضر معايا انا ولا كتهضر مع الاخوان. المهم السي رشيد ربما عند الاخ عنده شي اختلاف في الأرض. ماشي العويدة دينا واخا مات الله يجازيكم بخير رفعوا شوية المستوى الله يجازيكم بخير. ربع الإخوان كيتصلوا بيو كيقول لي راه كيديروا الفيديو كيكونوا مع العائلات وداك الشيء يعني الله يجازيكم بخير وعندنا لي ميساج كيطلعوا الله يجازيكم بخير يعني صبروا في حقكم واخا شي واحد يأديكم صبروا حنا كنحاولوا اننا نجتهدوا. واخا وصلني واحد الميساج قبيله قبل ما نبداو البرنامج في الصفحه ديال الفيسبوك من عبو زاكي قال لك فوزالي نو فيغ اتوندغ فوتغ لايف اون فين كوم ايير اي كوم افونت ايير ا كوز دو لا مالادي دو كريم soyez sérieux s'il vous plaît et soyez au rendez-vous الله يرحم ليكم الوالدين. Nous vous aimons très fort et votre émission est devenue plus qu'une passion j'allais dire une thérapie merci pour vos efforts. شكرا لك خويا عبدو زكي وشكرا لهاد الكلمه الطيبه ديالك. خويا البارح ما كان حتى شي مستجد بالنسبه للوداد داكشي علاش ما درناش اللايف. انا راه ما عندي مشكل راه نطلع معاكم غير انا ما كنبغيش نجي خاوي بصراحه باش نقولها لكم يعني كنبغي نجي ونجيب معايا ونهضروا باش نغنيو النقاش. بغيتو غير نطلعوا ونبقاو هذا يعني احنا كنديروا ساعه مع الحمراء يوميا الا يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء بعض المرات يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء على حسب الـ 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 يعني الـ الناس اللي كينشطوا معنا ومشكورين. ويوم الاحد يعني كيكون الا كان شي مستجد راه كنكونوا يعني ملي غادي تكون ان شاء الله البدايه ديال البطوله غادي تكون ان شاء الله برامج اخرى. اذا السي عبد الله اللي كيصاوب لنا التقريرات مشكور هو معنا في اللايف. السي عبد الله راه بزاف الناس شكروك وقال لك تبارك الله عليك وقال لك بلاصتك راه في البين سبور. السي عبد الله من الناس ومن الكفاءات اللي عندنا في المغرب في المستوى العالي ولكن مع كامل الاسف دائما كنقولها بان الناس كاينين بزاف الناس اللي ما كتعطاهمش الفرصه يعني باش يكونوا هاد السي عبد الله نورمالمون خصو يكون في البي بي سي ولا يكون في البين سبورت ولا راه المستوى عنده تبارك الله عليه. ولكن حنا شوف الحمد لله اي واحد كيدوز معنا كيقلع. نتمنى وان شاء الله يكون يعني ان شاء الله يكون الفرج ان شاء الله على يدينا ان شاء الله. الحمد لله اللي كيدوز معايا مني بديت اللايف اللي كيدوز معايا كيخدم
لا هو خدام الحمد لله، ما غاديش نقوله، غير هو يعني هاد العشق ديالو لهاد التقارير وهاد هاد هاد الحوايج هادو يعني ممكن يعطي 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 يعطي, يعطي بزاف الاذاعه ولا في ولا في بزاف ديال الحوايج. سي هشام الموف كيقول لك تبارك الله على اخي في الروبورتاج، صوته يصلح الجزيره الوثائقيه ديسكفري، لما لا يعني طبيعة الحال لان عنده المستوى. شكرا لك خويا عبد الله و سي كريم، وما يكون باس لان كان مريض وداكشي علاش بزاف التقارير ما قدرناش نديرهم. سي رشيد، هذا التتبع ديالي للميساجات ديال الاخوان، كاينين بزاف كيسالوا على القضيه ديال كركاش. كركاش الاخوان غنوضحها لكم، اتفقوا لو اتفق مع الوداد على جميع البنود الا كان الاختلاف حول الشرط الجزائي. فكركاش لا يقترح انه يكون الشرط الجزائي ماشي كبير، بحيث انه الى جاء اي عرض يمكن انه يمشي يكسر ذاك الشرط الجزائي ويمشي. الوداد رفضوا هذا المقترح بحيث ان الوداد باغي يضمن حقهم الى جاء اي عرض لاي فريق بغى يكسر الشرط الجزائي، خاص الوداد تستافد ماديا طبعاً الحال. المساله اذا شوف غباش نلخصوا، لاعب كمل اللاعب باغي يلعب في الوداد، الامور منتهية. ربما العوده ديال سعيد الناصري غادي تحل المشكل، لانه مشكل ديال وجهه نظر فقط، اما الامور التقنيه والماديه الاخرى مع اللاعب ومع وجده فهي منتهيه. واخا غباش نزيد واحد النقطه، شوف ما كاينش شي لاعب اللي كيفرض على الوداد شي حاجه، بعدا باش نكونوا واضحين. يعني الوداد عطات يعني اتفقوا في 10 دقائق كما قال الوسيط ديالو، اتفقوا على جميع البنود. وكاينين اصحاب النوايا اللي دائما كنقولوها، علاش ما كنبغوش نقولوا الاسماء وعلاش ما كنبغوش نهضروا، لان كاينين اصحاب النوايا يعني السيئه كما كيقولوا كيصطادوا في الماء العاكر. المهم حنا ما عليناش، ما هادشي ما يهمناش، حنا اللي كيهمنا هو ان الوداد راه ما كاينش اللي كيجي يتشرط عليها، غادي تجي وتلعب على راسنا وعيننا، والجمهور غادي يهزك على راسو الا عطيت، حيت ما عارفينش واش يقدر يصدق ولا ما يقدرش يصدق. راه بزاف اللعابه اللي كيجيو من 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 اوروبا راه ما كيصدقوش في الوداد، غير باش نكونوا واضحين. راه بغيتو نقولوا اسماء نقولهم، ولكن جي مرحبا، ولكن ما تفرضش يعني شي حاجه على الوداد. غتجي وغدير سميه في الوداد وباذن الله غادي تمشي له، ولكن باش تجي تقول لا انا غادي نلعب غير عامين معاكم وتولي انت اللي كتحكم في الكونترا، هذه راه ما غيقبلها حتى شي واحد. اذا غير باش نكونوا واضحين، كون الى جيتي كسوبر ستار مرحبا، جاي نتايا ويلا كتشق، كنظن انا بالنسبه ليا خاصك تثبت هذاك المستوى ديالك، وان شاء الله غادي يكون في الوداد، غير يعني تثبت هذاك المستوى ديالك والاحقيه ديال بانك يعني تلبس توني ديال الوداد ومرحبا. وحنا غادي نشوفوا، راه كما قلنا راه المشكل اللي كاين هو ديال هاد الطاس، ملي غادي تسالي هذا راه مرحبا. اذا سي مسلم روفيكس قال لك خاصك كريم تقرع اليوم، علاش اخويا؟ علاش نقرع اخويا وانا يلاه كنقد في الكويبا وكان نطول شويه الشعر باش ندير ديك الكويبا ديال الشطيطيبه ديال ابرامي، او علاش نقرع اخويا؟ وقلنا لكم وصلوها ل 1000 وديك الساعه نقرع، ما كاينش نقرع مباشره، ما كاينش مشكل. هذا راه تحدي ديرو مع الصديق ديالنا رضا. سي رشيد كمل اخويا الميساجات ديال كمل. كاين واحد الميساج اللي مهم جدا كتبو صديقنا هشام المفتي، قال لك عن اذاعه الشمس اف ام تونسيه، قال لك وبداو بحكم المواقع ديال الكيلو اللي عندنا في المغرب كينشروا الاشاعات حول الوداد وقضيه سيسوكو، ها هما اذاعه الشمس او قمر اف ام تونسيه، فبدات تبحرات في الخبر ديال سيسوكو وصدروا الحكم انه قال لك سعيد الناصري غادي يتوقف مدى الحياه وقرار الطاس وفيه تزوير وفيه تدليس وفيه نصب وفيه احتيال. يعني شوف ملي كت والميساج حطيته كامل درقني كاع.
ملي كتشوف ملي كتشوف ملي ما شاء الله موقع ديال الاذاعه كتاخذ واحد الخبر اللي من مصدر غير موثوق وان هي ما كلفاتش على راسها تبحث على الموضوع او تتصل بمسؤولي نادي الوداد للاستبيان وللتوضيح. فكتلقى هاد الناس دائما تابعين الاشاعه كيف ما عارفين حنا بعض المواقع ديال الكيلو عارفين اللي كيسيروها. فهاد الناس هادو الله يهديهم الله يهديهم خاصهم يعرفوا بان راه الوداد كتمثل المغرب كامل منذ القدم ماشي اليومين هذا. هاد الناس مازال غاديين في الغباء ديالو والله يهدي الله يهدي ما خلق. انا والله ما كنبغي نذكر الاسم ديال الشخص لانه هو صديق ديال واحد الصديق ديالي واحد النهار تلاقيت معاه والله ما بغيت نسلم عليه وخاد مني موقف وما كنبغيش نذكر الاسم ديالو ولان عارف الاعداء ديالو الوداد ما عرفش علاش الوداد يعني انت يعني عارفين هذا يعني انت يعني كتكتب الفريق الرجاء مرحبا هذا ولكن الوداد يعني بعيده من 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 هاد الحوايج هادو ما فهمتش انا علاش هاد الحوايج كيبداو يخرجوا في هاد الوقيته بالذات علاش كيبداو يخرجوا. وانا كنعرف بان اللي كان مشجعهم وكان داير لهم صالير هو الرئيس السابق وشي حوايج ما عرفش انا كانوا كينشروا هاد الحوايج هادو. المهم الله يهدي ما خلق راه ماشي هادي الصحافه الصحافه انك الا كنتي صحافي وكتنتمي لواحد الفريق وباغي تخصص في هذاك الفريق يعني كتقابل هذاك سميتو يعني هذا هو اللي يعني صعب. اما الا كنتي محايد بحال جمال الصيفي جمال الصيفي ملي كيهضر ما كتعرفوش واش ودادي ولا رجاوي هذا هو الصحافي ما عمرني خصني نعرف المويه ديالك الا كتعلنها بحال في الصحفيين اللي كاينين في مصر ولا هذا كيقول لك هذا ديال الاهلي هذا خدام مع الاذاعه ديال الاهلي بحال شوبير بحال هذا كيبان لك هذا ديال الزمالك هذا باينين. ولكن باش هذا وكنبقاو كل مره يخرج هذا اللوحو داك داك سيسوكو هو براسو ولا هذا. ما كنهضروش على القضيه ديال اوساغونا اللي من هنا جوج سيمانات كنهضروش على القضيه ديال اوساغونا اللي غادي من هنا جوج سيمانات خاصها توجد العاقه ديالو. كنهضروش على فاخر اللي حيح ودوزنا التقرير ديالو باغي فلوس اش كنجبدو هذا عموته باغي فلوسو كنجبدو سيسوكو داولي باسبور خرجوه من الدار هاد الهضره الخاويه. المهم الله يهدي ما خلق وصافي واخ باش نختموا هاد النقطه هادي. فنتمنى من الناس ان المواقع الموقع المعلوم يتاخذ شويه الحياديه مادام ان الوداد حكمت لي الجامعه وتحكم في لجنه النزاعات والاستئناف لصالح الوداد. ف ممكن انكم نتوما كتساندوا اللاعب وحنا عارفين شكون اللي وراه مشى للطاس انتظروا تيخرج الحكم عن صدروا ديك الساعه كتبوا كيف ما بغيتوا. حتى راه بينيتو فلورو كان كيتسال مليار راه تعطاته مليار الوداد راه ما عمرها توقف على هذا. وراه السعيد الناصيري راه الوداد ما عمرها تخلي شي واحد كيتسالها. ولكن الا كان عندنا عقد وما تفاهمناش كنمشيو للمحكمه عادي. انا اليوم انا وياك رشيد الا عندنا مشكل راه غنمشيو للمحكمه نحلو باش تاخذ حقك وانا ناخذ حقي صافي عادي. راه المحكمه ماشي شي حاجه اللي هذا. والناصيري راه قالها وكيعاود راه مني كان كيهضر على الوداد نعم سيدي. وشوف خويا باش ما نعطيوش لهاد الناس كثر مما كتستحق. شوف المساله ديال هادو من غير الاشاعه ديال سوكو ولا ديال امور اخرى راه ما نساوش الا كانوا مرخريطين كانوا صيفطوا كتبوا في دي باج ديال اوفي لا باج اوفيسيال ديال الترجي ان قاسمره داير كونطرا مع المغرب من 2017 ل 2022 وانهم واحد كاتب لهم كيشجع الترجي هادو مرخريطين اللي تم طرد ديالهم من واحد رطب اولا جوج راه تم طرد ديالهم من راديو مارس على ما اظن. يعني اخويا كريم الا كان بحال هكا فتنظن ما كاينش نعطيو لهذاك اللي تيهضر على سيسوكو كثار من ما تيستحق. يعني اخويا كريم اهمل هادوك وخلينا نافونسيو باش نعطيو للاخوان ربما نفتحوا لهم المجال باش يتواصلوا معنا. افونسي باقي لنا كمل اخويا رشيد الا كاين شي حاجه باينه لك ناخذوها. رشيد الحسيني كيقول لك pourquoi ce match après cette ampleur et guerre entre deux pays voisins et c'est depuis des années même si je suis un pur Ouidadi mais ils ont massacré le Raja aussi c'est honteux le Ouidad et comme le Raja Dima. Ouah, m'tabit l'had, chauffe, c'est la qadiya wataniye.
راه ما عندها حتى علاقه بالوداد ولا بالرجاء، راه غير الناس باقي ما فهموش هادشي، حتى هما كيعتقدوا الا خدوا واحد الطرف ولا داروا هذا راه غادي يسيئوا الجمهور، كيبغيو ينيلوا العطف، كيبغيو ياخذوا العطف ديال بعد، لان كاينين بعض الجماهير اللي دائما كتقولها مسكينين مظلومين هادي هادي ديك داكشي اللي هذا، نو هادي قضيه وطنيه تكون بركان تكون اكادير في نسد، راه غنسيبورتيوها وغادي نهضروا عليها وغادي نبقاو حتى حنا ندافعوا على الرايه المغربيه والفريق ديالنا. اذا كريم، نعم سيدي كريم، غير جوابا على واحد السؤال ربما تطرح في واحد اللايف كنظن ديال هشام الموفتي واقيلا على ما اظن، كنسول على الميركاتو التاريخ ديالو خويا. بالنسبه للميركاتو قلبت لك اخويا على ما اظن دابا تفتح في لو ان ديال واحد شهر سبعة، كنظن ما غيتغلق حتى ربما حتى البدايه ديال شهر 9. هذه هي المعلومه، لان ما لقيتش بالضبط لادات، ولكن هذه هي المعلومه اللي عندي اللي قدرت ربما نلقى لك، يعني مازال ميركاتو مفتوح، لان ما عطيش اندات بريسيز، ما محديش بالضبط. حاولت نقلب اخويا هادشي اللي ربما نقدر نقول لك انه غيقدر يبقى مفتوح حتى شهر 9. وبالنسبه للميركاتو الشوي هو اللي تقريبا كيعطيو فيه، وداك الشيء اللي قال سالطوره ملي هضرنا وخدنا هذا، راه قال لك راه باقي شهر هذا، اذا يقدر يكون ميركاتو يكون مفتوح حتى شهر 9 كما قلتي. المهم حنا غنتاكدوا هذاك الشيء اللي غيكون، هذاك الشيء اللي غيكون اخويا كريم. واخا اذا السي ايوب الاقصبي كيقول لك بعد فسخ عقدي مع الزمالك مهاجم منتخب الوطني خالد بوطيب يعرض نفسه على الوداد، ما رايكم انت؟ ما كاينش هاد الهضره هادي. لا وشو كريم، هو دابا لان غيخرج هو غيفسخوا عقده مع الزمالك لان ما دار والو، وعاد في الاخر يعني المستوى ديالو كان عادي، فممكن لاجون ديالو، لان حتى بواحد الدوز راه كان مطروح واحد الوقيته على الطاوله ديال الوداد، فتنظر لاجون ديالو ممكن اخويا كريم غيبغي يسوقوا في شي نادي ولا يطرحوا على فريق الوداد هنا في المغرب، خاصه انك تعرف يطرحوا على نوماني. والله الا شاف شي ريال بالله حتى اش تقول لي ويجيب شي بركه، لان حتى المستوى راه مشى مشى الزمالك بجوج المليارونز، ولكن راه مشى مول المونديال اخويا كريم، يعني واخا مول المونديال غادي يجيب 500 ولا ولا ولا, ولا هذا الوداد، راه ما يمكنش اصاحبي، ونكونوا عاوتاني واقعيين، شي حاجه اللي قريبه ممكن. لا كريم، علاش مال هو شحال كان كيشد في الفريق التركي ديالو؟ اولا راه كان في فريق عادي في تركيا، يعني اخويا كريم دابا السيد فني دابا السيد الاسهم ديالو طايحه بزاف، ممكن غيبغي يكمل المسيره ديالو، فتنظر انا الشيء بالنسبه لي انا بوطيب ممكن الا تعطى الشيء الا ما لقاش عرض وتعطيه مثلا واحد 300 ألف دولار ولا 400 راه يدير، ولو حنا كنطمعوا في مهاجم اللي احسن بصراحه، ولكن اذا ما كانش كنا غنجيبوا شي مهاجم اللي مجهول، اللهم نجيبوا بوطيب على الاقل عنده اكسبيريونس ولاعب اللي كيعرف يلعب الكره، سي فري ما باش مع الزمالك، ولكن كنظن لاعب اللي عنده امكانيات زعما ماشي شي لاعب اللي ضعيف. واخا الاخ احمد بوعزيزي كيقول لك السي كريم اسكو تو بونس كيسكو تو بونس دي روتور ديال في لو روتور ديال الهجوج، هضرنا على هذا الموضوع شحال هادي بالنسبه للهجوج اخويا، الا كان غادي يمشي وناجم، انا كوجهه نظر ديالي خاصه بيا شخصيا، احسن معوض لوناجم هو رضا الهجوج، لانه واحد اللاعب اللي عنده اكتسب خبره افريقيه كيعرف. واش الهجوج عنده الكونترا ديالو في يديه؟ واش 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 ليبر؟ لا هو ماشي ليبر. حنا كنتكلموا كريم، حنا كنتكلموا على القيمه الفنيه ديال اللاعب. شتي تيق بيا كريم، لو كان الناصر يهز التليفون ويتصل بهجوج انه يرجع للوداد كون على يقين غادي يرجع. راه ماشي مبرقي ماشي في يديه، الله يهديك، خصو يهضر مع الفريق مع لوسيكا. هو كريم شوف كيما قال لك رشيد، هو اللاعب نضج دابا، ممكن يعطي اضافه فريق الوداد، ولكن غير اللاعب راه باقي له كان سنه 3 سنين على ما اظن مع خريبكا، دابا باقي له عامين في الكونترا وصعيب خريبكا تطلقه. هذاك الشيء اللي كاين، داك الشيء اللي كاين. لا محسن تكلمنا تقنيا اخويا كيف ما كاين. لا تقنيا لا تناقش، حنا راه بطبيعه الحال حنا ما كرهناش الهجوج، وراه كاع شوف انا كاع وليدات الوداد كنبغيهم يرجعوا انا بصراحه، ولكن اللي عنده المستوى ماشي ولد الوداد ويبقى مريح تما هذا. لا 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 رينا الهجوج نضج مزيان في نضج ان شاء الله
ان شاء الله. شو شو كريم حالات شو خير معوض في حالات كيما راكش قلتها شحال هذه في حالات الى باطنا ربما ما سناش بعروض اللي تكون كبيره وكان كان ممكن يتحقق فريق الوداد راه غيكون خير معوض للاعب الحداد ماشي لان باطنا المستوى ديالو اكبر من 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 الهجوج. سي صالح ازهر قال لك بو طيب يستحق القسم الوطني الثاني. علاش اخويا مالو جدال ايوا ما كاينش مشكل. محمد وزاني طوشاك اخويا كريم واش باقي في الو... هاد القضيه ديال طوشاك شتو مشى ماجا طوشاك مشى للبرتغال ولا ما عرفت فين مشى شتو ما رجعش واش كاين شي خبر عليه ولا البرتغال تا هما كيصاوبوا شي حرشه مزيانه تما وريح كاع هو كاع ما قال لهم ما عندي ما ندير انا كاع تما كاع هو خويا كريم شوف هو كنظن ربما ما تفاهمش مع الناصري والناصري مؤخرا كان هذا مشغول مع المساله ديال الطاس فكنظن مول الاربعاء يعني الخميس ابتداء من الخميس ممكن يكون بزاف ديال التطورات يعني مفاوضات مع لاعبين كذلك هذا الطاقم اللي اولا بالاحرى يعني هذا المكون اللي غيلتحقوا بالنادي يعني المدير التقني وداك الشيء ممكن نشوفوا شيء جديد. ولو انا صراحه ضد المجيء ديال طوشاك اخويا كريم كمدير تقني لان صراحه لاج كيبغي شويه ان انسان اللي غيتحرك وغيقلب وتكون عنده ديك الشوفه وما نكرهش انا صراحه سكيشيو لانه كان تظلم في الوداد فاش تعطاه الفريق في واحد الطرفيه اللي صعيبه وصراحه ممكن انه هذا كيخدم سكيشيو صراحه كيخدم ويكون اننا نردوا له الاعتبار لان كانت فتره غضب ايه كلشي تقلق ربما عرفش يجري المقابله ديالو ولكن كيبقى مدرب حتى هو السي محسن وحتى هو كيتحمل المسؤوليه ديالو واش شي واحد ضربوا عليه الدين باش ياخذ هذاك المنصب الله يجازيك بخير. واش غادي واش الوداد دابا فرقه مدور رجعوا فيها الاعتبارات الناس ونبداو نطبطبوا لهذا ونبدا صافي تعطاته فرصه راه الله يجعل صافي الله انا شوف انا رايي هو هذا يعني حتى واحد ما ضربك باش تاخذ هذاك المنصب صافي هادشي اللي كان راه شوف راه كريم راه كون كان شي حد اخر راه ما غيتحملش المسؤوليه صاحبي راه ما يتحملهاش وما يتحملهاش يقول لهم اخويا انا ها الصور الله يعاوننا يعاونكم صافي. واش دابا غتجي واش دابا غتجيبني غتجيب انا غتجيب اونترينور وجيب مع اونترينور بنو سكور ولا مني ما يصدقش هذا نهبط هذا من الفوق واش هذا واش كريم اسمح لي كريم نعم سيدي كريم انا غنوضح لمحسن واحد المساله اكبر من مدير تقني في سكيتيوي او غيره عرفتي علاش لان المدير التقني اللي غيجي للوداد راه خاصه تعطيه الكارت بلونش انه يخدم راه حنا شفنا بن عبيشه وسهيل اشقال شفنا طوسي وشفنا هذاك اليو اشقال واسي محسن راه كانوا كيجوا بدون عمل كيجي يريح السؤال قال لهم كنت كنحل الكلمات المتقاطعه علاش غنجيبوا حنا واحد الشخص وما كاينش العمل هذا هو المساله اللي خاصنا نهضروا عليها. اما جا فلان او درت لا راه ما عنده باش يفيدنا خاصنا حنا نعرفوا واش كتعطاه هذيك كتعطاه الصلاحيه ديال انه يقوم بالعمل ديالو ماشي يبقى مريح بصفه ان راه عندنا مدير تقني ولكن كعمل كيقوم فيه ما كاين والو. واخا اذا اللي خاصنا نناقشوا واخا ندوزوا للماتش ديال غدا الماتش ديال النهار ديال غدا ولا ديال الاربعاء بالنسبه غدا جمعيه الساله ماتش ثاني لقاء ودي بالنسبه لهاد لونترينور هذا ممكن غادي تعطيه على الاقل يعني شوفها ويبان ليه شكون اللي غيبقى شكون اللي غادي تزامن مع كما كنقولوا يوم الاربعاء 31 جمعي غادي يكون النطق بالحكم ديال 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 الطاس. اذا غدا ان شاء الله غادي تكون هذه المقابله نشوفوا اشنو غادي تعطي. نذكروا بالمقابله الاولى كان الوداد لعب مع السالمي وربحوا بواحد وكان المسجل هو وطارة. اذا بعجاله نهضروا على هذه المقابله وناخذوا المكالمات. مرحبا بالمكالمات ديال الاخوان ناخذوا واحد جوج ولا ثلاثه على اكثر تقدير حاولوا نكونوا يعني مختصرين مشو ديريكتومون النقطه باش نخليو الفرصه نقدروا ناخذوا اكثر عدد من المكالمات. واخا دقيقه الواحد نهضروا على هذه المقابله هذه وناخذوا المكالمات. السي رشيد سي محسن مرحبا. بالنسبه للقاء ديال جمعيه الساله بالنسبه لي انا هو اللقاء ديال الغربه اللي غادي نبداو نشوفوا به اللاعبين اللي غاديين يبقاو في الوداد هذه بالنسبه لي انا ونتمنى يكون واحد الفيديو مسجل نشوفوا طريقه اللاعب ديال المدرب نشوفوا كيفاش كيوظف اللاعبين ونعرفوا اللاعبين اللي اعتمد عليهم في هذا اللقاء
فاللقاء ديال جمعية سلام بالنسبة لبعض الإخوان كيشوفوا هو لقاء تحضيري، بالنسبة لي أنا كنشوفوا لقاء ديال الغربة اللي غادي يطيح لاعبين اللي غادي يغادروا من الوداد. والسي محسن، واش ما كاينش شي امكانيه واش غيلعبوا هادو في سلا ولا غيلعبوا في كازا ولا في غيلعبوا؟ لا غيلعبوا في كازا خويا كريم، غيلعبوا في بنجلو. كون كانوا تما كره مشيتي ضربتي شي دويره تما، شفتي لنا داكشي كيفاش داير. لا عطينا التقرير. دابا المشكل اخويا كريم، دابا هادشي ديال بنجلون ما كي فهمتي كيمنعوه دابا، كيديروه بدون جمهور فهمتي، باش ما يوقعوش مشاكل وداكشي. يعني حتى اللي بغى يتفرج في الماتش ما غيتمنع، ما غيخليوش يدخل. فالاهم من هادشي كامل اخويا كريم هو ان هذا هو ثاني مقابله. يعني دابا المدرب بغى يتعرف اكثر على اللاعبين باش انه يعرف اللاعبين اللي ربما الركائز ديال الفريق، ويتاكد من المستوى ديال لاعبين اخرين، ويعرف ان انطلاقا من هذا، لان غيكون حتى في على ما اظن نهايه الاسبوع تقدر تكون مقابله اخرى مع رجاء بني ملال، لان كانت ربما غتبرمج اما كانت غتبرمج هي اللي كانت غتبرمج غدا ولا الاربع، ولكن ربما كنظن انهم خلاوها حتى من بعد، لان تنظن اخويا كريم ان المدرب او الطاقم التقني كيحاول انه يطلع المستوى ديال الانديه اللي كيلعب معاهم، بحال كيطلع بشويه بشويه، يعني لعب مع نادي اللي شويه متوسط اللي هو الاتحاد الرياضي السالمي اللي في القسم الثاني. بقى معايا اخ نور الدين، بقى معايا يكمل غير محسن وناخذك خويا نور الدين، بقى معايا. جمعيه السالمي في القسم الثاني، يعني دابا ممكن انه يطلع شويه المستوى، يلعب مع رجاء بني ملال اللي طلعت القسم الاول، وموراها مع انديه ديال القسم الاول، يعني غير كيطلع بشويه بشويه كيطلع ديتهم. ايوا نتمناو ان الامور تمشي مزيان، واللاعبين اللي جاوا جداد انهم يندمجوا ويبينوا على مستوى، خاصه هيثم البهجا وكذلك نجم الدين، هاد الجوج اللي كنظن خصهم يديروا خدمه كبيره، لانهم جاوا الفريق اللي كبير خصهم يحاولوا يتادابطاو، لان راه ما عندهمش الوقت فهمتيني، ما كاينش مجال للخطا، لان راك عارف الجمهور ديال فريق الوداد والمنافسات اللي غينافس عليهم النادي، يعني خص تدخل تعطي. مرحبا، اذا الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام كلاسي كريم، بخير. مرحبا سي نور الدين من كازا؟ لا لا، من بوزنيقة. بوزنيقة، ايوا قريب. مرحبا كلاسي محسن. سي رشيد لاباس عليهم؟ لاباس عليهم. اخو بالنسبة للقضية ديال فريق عودة البيضاء وبالنسبة للطاق، نشوف نهار الأربعاء إن شاء الله تكون مربوحة، وإن شاء الله الكاس غنديو ضد العديان ضد الصهيونيين. وبالنسبة للانتدابات خويا كاين فريق عودة البيضاء مطروح عليه وكيل أسامة السعيدي، مطروح كيطرحوا على فريق عودة البيضاء بشكل كبير. شكون هو؟ بو طيب؟ أسامة السعيدي. أسامة السعيدي. كمل. وكيل أسامة السعيدي كيطرحوا على فريق عودة البيضاء، هو وكيل وكاين اللاعبين من بريميرا دا اكوستو، كاين المدافع وكاين الظهير الايسر. اييه كاينه. كاينه وعاوتاني كاين حتى اللاعب ديال الدقي مازيمبي جاكسون مونيكا، حتى هو مطرح بقوه لفرق عودة البيضاء. لا هذاك هضرنا عليه. هادو اللي قراب دابا، هادو توصية من المدرب، هادو ديال سميتو هما اللي ديال بريميرو اغوستو هما اللي كنظن، اما ديال مونيكا ياك السي محسن. لا ولكن اخويا كريم راك عارف دابا الاموال اللي غتدخل راه يعني البيع ديال الحداد، وممكن بعض العناصر يمشيو، يعني الاموال الكبيره اللي غتدخل يعني غيولي كلشي متاح، راه ممكن حتى مورينكا راه ممكن يدخل، وخاصه ان مورينكا لاعب اللي باقي صغير، والناصري كيعجبوه بحال هذا النوع ديال اللاعبين، انه كيلعب مع واحد عامين 3 سنين كتولي القيمه ديالو كبيره، كيحترف كيرد لك هذاك الشيء اللي خسرتي عليه وكيردو لك بالدوبل، وكتعاود تستثمر في لعاب اخر. ممكن اخويا كلشي متاح. اخ نور الدين، دابا عاد وصلني ميساج، واش انت اللي كنتي كتصيفط لي ميساج يعني مستفزين بعض الاصدقاء؟ والله يجازيك بخير. شوف حنا دابا ملي كندير واحد البرنامج يعني باش نحترموا بعضياتنا، الله يجازيك بخير، انا نقولها لك ونقولها لجميع الاخوان، حنا راه كنبغوا نرفعوا المستوى باش نتناقشوا، يعني لو الى انا دابا مثلا ملي كي واحد كتقول لي شي حاجه الاخر كيرد عليك، ملي كيوليو ثلاثه لي ميساجات كيطلعوا لي ميساج ما كنبقاوش نقدروا نقراوه سميتو، الله يجازيكم بخير، يعني باش نقدروا يعني ملي كتبدا تسب الوالدين لشي وحدين راه بحال كنتسابوا حنا بيناتنا، حنا وداديين خصنا يعني نحاولوا ما امكن اننا، الله يجازيكم بخير اخويا. واش كريم
مرحبا اخويا. هذاك السيد ايوب مش بتوش انا تنكي. دابا شوف دابا احنا ما لا لا يعني بلا ما نهضروا على الاسماء غير يعني انا كل ما صيفطوش ليا الاخوان هنايا الميساجات راه ما غاديش نعرف هذا، ولكن الله يجازيكم بخير بغينا نرقاو بهاد البرامج وهذا، وراه يعني مني كتبدا كيبدا يتسب الوالدين ولا بداو تسبوا لي انا والديا ولا شي واحد راه غدا يقول لك انا ما عندي ما ندير انا كاع انا جاي وكنعطي الاضافه وكنعرق ونشوف باش يعني حب في الوداد وحب باش ندير واحد برنامج اللي نوصلوا الصوت ديالنا، لما لا نستضيفوا ناس هنا من هنا المستقبل ونجمعوا الشمل كما كيقولوا، يعني غير باش نقول سي محسن. وي واشو شو خويا شو خويا نور الدين، ولو حتى كاع الى سبك ولا غلط مثلا في حقك، لان دابا ملي كتكتب مثلا كتسبوا بشي طريقه اللي خايبه اولا، كاين الناس اللي كيتفرجوا مع وليداتهم ولا كيسمعوا راه كتجي حشومه يشوفوا مثلا هذوك الكلمات، لان انت تقدر تسبوا مثلا بحاجه عاديه يقدر هو يعاود يسبك وهضره اللي خاسره، وهنا كيولي هنا مشكله سي نور الدين. اوكي واضح، كمل اخويا نور الدين كمل التدخل ديالك. مرحبا. بالنسبة للهجوم كاين طراو ديك اللاعب الغيني اللي كان كيلعب من نجم الساحلي ديك بانغورا. لا بانغورا هو ما طراو في فريق الوداد البيضاوي. لا كانت هي إشاعة خويا نور الدين. كانت غير إشاعة. شي دابا أي لعاب دابا كيبغي يلمع الصورة ديالو كيقول لك راه بغاتني الوداد بغاتني الرجاء باش كيتم التهافت عليه وصافي، راه ما يعني اللي باينين راه هما باينين، واللي مسوقر بلاصتو شي بلاصة راه مسوقرها، واللي ما عنده هذا ولا عنده مشكل مع الفريق بحال هاد كاسونغو اللي هضرنا عليه ممكن عنده مشكل مع الزمالك ولا ما مقتنعينش به، هو اللي تقدرت يعني الوداد تكون كتفاوض معه، ولكن من غير من هاد الشيء راه كيبقى غير هضره ديال الصحف وصافي. هادشي اللي كاين حتى البوست اخويا كريم حتى البوست دابا هذاك بانغورا كيلعب ميليو الى شتيه اولا غيشد لك بلاصه ديال اجنبي، ثاني حاجه عندك راك عارف عندك الكرتشي البوست اللي كيلعب فيه، عندك الحسوني، عندك ممكن بابا طوندي، عندك ممكن تيغزو حتى هو ممكن يلعب تما، عندك عاد بلا ما نهضروا على جبران والسعيدي يعني صعيب، فلذلك فتنظر انا هذاك مستبعده كاع. واخا خويا نور الدين مرحبا سي كريم. شكرا لك اخويا نور الدين وتبارك الله عليك وكن دائما معنا وتبارك الله عليك اخويا الله ييسر الامور. مرحبا. شكرا اخويا نور الدين من بوزنيقه. اذا الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، حاولوا ما امكن اننا نتعاونوا، عاونونا حنا، هادشي راه جديد علينا وداكشي، وكما كنقول يعني واحد اللي كيتخلص واخا تسبيتي يعني حتى شو واخا مخلص كيتخلص يقول لك سب انا كنتخلص، ولكن واحد اللي داير واحد العمل تطوعي يعني، لان المشكل ديال الوداد ان ما كاينش اللي كيهضر عليها ولا ما كاينش برامج ديال النقاش ولا هذا، يعني نحاولوا نرفعوا حنا المستوى باش حتى الناس اخرين اللي غنستضيفوهم يقول لك واه منبر زوين وهذا وهذا وهذا، ونحنا كنجتهدوا باش نديروا شي حوايج. واخا سي عبد الاله من غورك الادريسي كيقول لك خويا كريم الا كان ممكن توضح لينا قضيه الهجره لامريكا ايه اللي كنتي دويتي لينا عليها مره، وشكرا جزيلا لكم جميعا وكل تقدير واحترام. خويا عيط ليا في الخاص ونقدر نقول لك انا اللي كنت هضرت على اللي عنده الباك وكيدوز الطوفل وعنده المستوى راكي يعني كيقدم راسو لاي جامعه، والا كان مستوى متميز كاين واحد البروغرام ديال سكولارشيب اللي هي المنحه اللي كتعطي، ولا كان كيدير شي رياضه كتكون احسن يعني كتساعده، الا كان كيلعب الكره الا كان كيدير شي رياضه يعني، كان موسيقي كان كيدير الموسيقى كان يعني هاد الحوايج هادو لان يعني كيساعدو، ولكن الباك والطوفل يدوز واحد الطوفل اللي هو بسيط اللي كيدوز الباك راه ما كيكونش عنده مشكل باش يدوز الطوفل وكيوجد راسو، راه ما يعني هادو امكانيات باش يجي الانسان يدرس، وكاين القرعه وكاين يعني حوايج اخرين، واللي بغى يستفسر اي حاجه يعيط ليا ولا يصيفط ليا ميساج في الواتساب ولا اي حاجه، حنا يعني ما كاينش مشكل، حنا راه الاشاره لكن نساعدو بشي حاجه على الراس والعين. الاخ اللي كان هضر لنا على اللاعب واعيد الاخ من طنجه اللي ما بقاش عاقل على الاسم ديالو، اش تغبر ولا سينا غعطينا الباي ديالنا، جبنا هضرنا لي مع الناس وجبنا التليفون ديالو باش يمشي يدوز تيست الاخ اللاعب اللي قال لك واعيد وهذا وهذا،
واش نتوما بقاش السي محسن ياك ما مشى السين هذا ياك ما كيدير التيست شتو ما بقاش كاع اتصل بينا الاخ الاخ ماشي مشكل اخويا الله يسلمك مرحبا مرحبا انا على داكشي اللي شوف حنا ملي كنتوصلوا لشي واحد الا كان الا كانوا الاخوان ديالنا راه المساعده راه خصنا نساعدوا بعضيه بعضنا البعض واللي اللي كيجي اللي كيجري في الخير راه الله سبحانه وتعالى يعني كي كيسر ليه اذا السلام عليكم اهلا وسهلا وي وسي وسي رشيد ارسلت لك وي السلام عليكم استاذ ارسلت لك ابقى معايا ابقى معايا ابقى معايا اخويا ابو بكر ابقى معايا اخويا ابو بكر اش من مقال السي محسن السي رشيد وي انا معك ارسلت لك واحد المقال في الميسنجر ديال نشر الاستاذ خالد بوبحي اللي كان اليوم في مع الوداد في شتو شتو راه حطوا لنا الاخ اللي معنا واك واك راه حطوا لنا كبير هنايا نقراو 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 واخا واحد المقتطفات منه نكملوا غير المكالمات ناخذوا المكالمه من كندا كنظن الو السلام عليكم سي بوبكر اهلا وسهلا وي السلام عليكم السلام عليكم الشرفه شكرا بزاف على البرنامج و دون طون كي ويدادي انا جمعي بيان خلي واحد المساله اللي تتنس اللي شفتكم تهضروا عليها بزاف حقا ماشي عاجبنيش الحال ما رضيتش كويدادي انه الناس انكم تهضروا على الناس يهضروا بالاداب الوداديين اصلا معروفين بالادب يعني بارتو وكنتمنى من الوداديين يسمعوا غير هذا الميساج هذا بان عندنا السمعه مزيانه خليوها مزيانه الله يجزيكم بخير وراه كاينين اللي خصهم يعرفوا بان راه كاينين مواد وامهات اللي وداديات راه ما خصهمش يسمعوا التخربيق ما خصهمش يقراوا التخربيق شوما وي دونك فهمتي راه كاينين امهات اللي وداديات يموت يهزوا ولادهم يديهم التيران معقوله دونك على الاقل على الاقل نعطيهم شويه الاحترام اعتراف منا حنا كوداديين نعترفوا بهاد الامهات معقوله دونك ونبينوا نبينوا الوحدين الاخرين مستوى ما يحلوش هموم باننا حنا ناس محترمين صح صحيح هادي يسمحوا لي على طبخ والله يجزيكم بخير هذا مرحبا تدخل في محله مرحبا مي وعندي نقطه اخرى اخويا انا بالنسبه لافير ديال الكعبي سي بون افير بالنسبه للوداد غير هو ان تنشوف بان دابا بحال حنا من قبيله حنا تنهضروا على ونازم غيمشي الحداد غيمشي ولكن راه ما تنساوش بان راه حنا عندنا ديزيليمون اخرين اللي ما تعطاتهمش الفرصه باش يبينوا بينهم ان عندنا الاوك تبيع اوك عندنا المترجي عندنا الحسوني هادو راه ما تعطاتهم 100% الفرصه ديالهم ربما تعطاتهم 100% الفرصه ديالهم راه باقي غينسيو ونجم وحداد واخا ونجم وحداد دابا السي بوبكر انت كتظن ان المستوى ديال المترجي بحاله ولا قريب لاسماعيل حداد لا 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 شوف انا ما تنقولش المترجي ما تنقولش ما تنحطوش بلاص الحداد المترجي نحطو بلاص ونجم شي ونجم النهار اللي جبتيه انت من الخنيقه اييه راه كان اقل من ماشي نقولوا اقل ولكن راه بالنسبه للنجم مثلا راه كان اقل من المترجي دابا المترجي راه لعب في ليكيب ديال البريمير لعب صغير وبان يعني مازال الان عطيتيه واحد صبرتي يعني خليتيه ينضج واحد العام غنكون على يقين راه غينوض الروينات في البطوله هذا شوف هنا اللي مشى لعب مع خريف اللي فرقه حتى تحسبها هو بالنسبه ليه صغيره راه الشيء كيبان واخا اذا ما كاينش مشكل ناخذوا الراي ديال السي محسن اللي هو تقني ولعب كره اذا هو يقدر يوضح لك هاد الحوايج هادو السي محسن السلام عليكم خويا ابو بكر تنشكرك بعدا على المساج اللي دوزتي وتنتمنوا ان الاخوه ربما ايفيتيو هذاك النوع ديال لي ميساج اللي تيكونوا شويه خارج خارج السياق هو خويا ابو بكر غير واحد المساله اولا هضرتي على المترجي في خريبكا راه كاين لاعب ملي كيمشي مثلا واحد الفريق كبير كيمشي واحد الفريق اللي اقل ضغط ياك كيقدر انهم بعيد عن الضغوطات كيقدر يدير واحد المستوى اللي مزيان علما ان حنا ما خصناش نشوفوا مثلا المترجي مع خويا بكا راه كان كيسجل ولا كان مثلا ربما كياخذ البالون كيبينيتري مثلا كيدخل بها كيدير راه خصنا نشوفوا زعما نشوفوا الاداء ديال اللاعب اون جينيرال يعني بشكل عام يعني نشوفوا مثلا المساهمه ديالو في الامور الهجوميه المساهمه ديالو في بناء الهجمه الامور الدفاعيه لان ما تنساش اخويا بوبكر ان اوناجم هذا اللاعب المترجي فاش كان في خريبكا راه ما كانش كيديفوندي راه ما تنساش راه اوناجم هذا عفوا
المترجي فاش كان في خريبكه راه اللاعب راه منين كطيع البالون كيبقى واقف كيسينا، يعني منين كتعطيه هذه انت راه كيكون لاعب ويعني مرتاح، منين كيشدها ممكن كيجري بها واللي دارها رباح. يعني حتى لا ضعت ليه راه كاينين الناس اللي كيديفونديو، العكس في الوداد راه خصك ديفوندي وخصك تلعبها، والوقيته اللي مثلا الاخر اللي غتحط الباس خصك تحطو لان لا ما حطيتيش وضع لك البالون راه غتقدر تسجل عليك لانك تلعب مع 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 فورق وكتلعب في منافسات بحال العصبه اللي شويه مستوى طالع. واش ان المترجي لا ضد ساندرز ونجم كيمرض الكرة. دابا ونجم هو في الاول كيما قلتي انت فاش كان جا كان شويه لعب بوسير باش كيدير كيمشي جهه التوش وكيبقى يخربق وكيجيب الكفره ما عندك ما دير بها في الوقيته فاش كان مع طوشك. ولكن اللاعب من بعد تطور ولا كيقصد الكار ولا كيقصد السونطري. انت هضرتي دابا هادشي اللي بغيت نقول، ولكن اخويا بوكر شوف ولكن اخويا اسمح لي لقطعتك. لا ونجم اسمعني اخويا بوكر، ولكن الا عطيتيه نيت اون بون فورماسيون كي عطيتيه اللي غتعطي للمترجم حتى هو غادي يولي حتى هو بحال الشكل ديال ونجم، فهمتيني؟ ولكن اخويا بوكر المترجم مازال عنده ذاك اللاعب اللي هاوي في عقله شويه، ولكن راه لعاب ولكن شوف دي بوتونسيال ما يتحكموش. ولكن شوف خويا بوكر المشكل ديال المترشي راه قلتيها، المشكل ديال المترشي انا كنعقل عليه منين لعب اول ديربي مع فريق الوداد في 17 عام، نفس العقليه نفس لو سيستيم ديال اللعب ديال المترشي نفس. سمعتي اخويا بوكر راه نفس لو سيستيم ديال اللعب تقريبا دابا راه مع 5 سنوات ولا 4 سنوات نفس لو سيستيم ديال اللعب ونفس العقليه ما بغاتش تبدل. يعني اللاعب هذاك الشيء ملصق له في الدماغ ديالو حتى ملي مشى لخريبكه راه كيشدها وكيعجنها ويدور عوض ما يلعبها اللعاب كيضربها من بلاصه اللي زاويه اللي مستحيله وبعض الخطرات كتصدق لك تماركه، ولكن راه ماشي ديما. وهاد المساله الا لاحظتي راه كان نفس المساله كنت كنقولها حتى على الحسوني، راه هاد اللعابه عندهم دي بوتونسييل ولكن المشكل ديالهم ماشي خصهم دي ماتش، خصهم يبدلوا العقليه ديالهم يعني يعرفوا الكره. انا نقول لك واحد النقطه، الناس اللي انا ما نعرفوش، انا تتبان لي بوحدي والله اعلم، شرا بالنسبه لي الحسوني راه بارمي لي جوور اللي كاينين في البطوله ديال المغرب الا حطات في رجلي والله ما تحيد هذا. ولكن اخويا بوكر راه ما كتحيدهاش ليه، ولكن راه بطريقه سلبيه. علاش؟ لان كيكوفري البالون كيدوز كيعاود يرد داوير الطا هذاك اللعب ماشي هو. علاش حنا كنخلطو مونطرين ونعطيوه الزباد كيشيو صافويا؟ ولكن راه الناس هاد اللعاب ولكن راه اللعاب راه خصو يفهم، راه اللعاب كيتفرج راه كيتفرج في المدرب عنده نيفو، فهمتي؟ شوف الطرق باش يصح. لا ولكن صعيب. شوف خويا بوكر انا نعطيك مثال، علاش البنزرتي هذيك خطره دخل في الديربي دخل اللاعب المترجي وبدا تينش في شعره؟ علاش؟ لان اللاعب عيا معاه، عيا معاه ما يشرح ليه. مورا المترجي اجاك مورا جاني لعيب عادي لان لا انا نقول لك واحد القضيه خويا بوكر، المترجي جاني لعب لا ما تبدل والو. شوف خويا بوبكر، لان المترجي وقتاش كيبان موراه في الكوكب وداك الشيء راه ما ديش على اللعاب، لاعب ضد فرقه محلوله ولا ضد فرقه لاعب بدون ضغط وداك الشيء، راه واخا يماركي واخا يدير. شوف المترجي بغى انه يطور المستوى ديالو خاصو يزيد يدمر، لان دابا انت في الوداد راه خصك ديفوندي وخاصك تهاجم وتقلب على البالون ساهل وما نضيعوش الوقت اخويا، الناس ناخذ لهم اكثر من الوقت ديالهم، نخليو الناس صغيرين يهضروا. واخا سي تبارك الله عليك اخويا ابو بكر، والنقاش ديالك شكرا يعني اخويا وسمحوا لنا بزاف مستوى ان شاء الله. هادو شوف هاد النقاشات ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله في الاسبوع ان شاء الله. تبارك الله عليك اخويا كندا، مرحبا بك اخويا. مرحبا اخويا كندا، الله يا ودي كندا راه جميله في هذا الوقت ديال الصيف والناس كاع كيطلعوا لكندا. مرحبا اخويا تبارك الله عليك، شكرا اخويا ابو بكر تبارك الله عليك اخويا.
اذا السي بوبكر عنده يعني النظره ديالو بالنسبه للاعبين، كل واحد نحترموا الراي ديالو، مرحبا نناقشوا معاه وناخذوا الاراء ديال جميع الاخوان، ان شاء الله غادي يكونوا برامج ان شاء الله اللي غادي نهضروا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. السلام عليكم، كيف حالك اخويا كريم؟ مرحبا. مرحبا بك اخويا. كي داير محسن ورشيد؟ لاباس عليهم. طنجة لا اخويا، الله يطول عمرك. لا المحمدي، رفيق المحمدي. رفيق، رفيق المحمدي. اي اي البارح حضرتي معايا. مرحبا. مرحبا اخويا رفيق. انا بغيت ندوي على هذا، بغيت ملي كنسمع في النقاش على المترجي بغيت نهضر على تسمع ديالك اخويا كريم. ورا ورا المواضيع ديالنا ماشي هو المترجي، حنا دابا غا السي بوكر بغى يناقشوك تقنيا. انا ماشي غادي ندوي على المترجي، انا غادي ندوي على شكون اللي غادي رومبلاسي اونازم. واخا يلاه قول لي. اللي غادي رومبلاسي اونازم راه حاليا راه ما كاينش في الوداد، راه تيغزوه ولا المترجي راه ما كيقا. انا شخصيا ما كيقنعوني، انا غير كنسمع المترجي كنتعصب عاد نشوف ملي كنشوفو لاعب، ما كندويش على المساله التقنيه ديالو ولا كندوي على تاكتيكمون والعقليه ديالو. لان من شحال هذه ملي كان صغير هو كيلعب في الوداد راه باقي كاين. اذا انت كتفق مع محسن. انا متفق مع محسن. لا لا يعقل المترجي ما كيتحسنش، ما كيتحسنش وما كيعطيش. هذه المده كامله راه ما عطاش من غير البيت اللي ضرب ديربي ديال التعادل، ديال الرباع غادي يضربوا من التعادل. هذه هي الحاجه الوحيده اللي معقل عليها انا ديال المترجي في الوداد. التغزول كذلك ما كيقنعنيش، لاعب مزيان و التكنيك مو مزيان، ولكن العقلية حتى هو عنده واحد العقلية بوحدو، ولكن قابل التغذوي حالة خاصة، قابل التطور، عنده عقلية في الشكل. وبغيت نضرب المثال ما بين المترجي والحسوني. الحسوني شوية تطور، الحسوني عنده ديك الكرانطة ديال الوزاد، راه حتى المترجي راه ولد الحمراء، ولكن خاص ديك الكرانطة ديال الوزاد باش تفهمني اخويا كريم. اييه الوداد راه باش تلعب فيها راه خاص تكون عندك واحد النفسيه انت كتبغيها، ماشي انت كتدخل تجرف رجليك. راه الوداد ودابا كل واحد علاش الطريقه ديالو، شنو الحوايج اللي واش غادي ايفوليو ولا ما غايفوليوش. ملي كتشوف مثلا البوتونسييل ديالو فاش كانت عنده 17 سنه كتقول بهذا اللعاب راه غادي بروغريسي، ولكن كاين اللي كيكون ستاغني، كيكون محدود، يعني ماشي غير في الرياضه، في جميع المجالات. يعني هذاك واحد دوما واخا تعطيه اللي عطيتيه، يعني هذاك هو المستوى ديالو. يعني ما كيعتمد التكتيك راه ديما كيعتمد على القرايه، على القرايه. على السلوروب دابا ديما كيحاولوا، واخا اللاعب كيجي ما قاريش راه كيقريو، علاش؟ حيت القرايه تساعد واحد التحليل ديال التيران، يفهم المدرب، يكون عنده واحد الدماغ محلول اللي تكتيكمون غادي يعطيك. واضح خويا رفيق، فهمتيني اخويا كريم؟ واضح اخويا رفيق. انا كان قرايه مهمه الواحد يتطور، تكون عنده ديك العقليه ديالها. ونتمنى دابا ملي المترجي تزوج الله يسهل عليه، هذا راه ماشي حنا راه كنبغيو كاع اللعابه ديال الحمراء، ولكن انا كنتزوج دابا اشنا زعما تزوج راه غادي المستوى غادي يزيد. زعما يبغي يبين المدام انا راه النمبر وان انا ان شاء الله. وهذا الشيء شوف تبارك الله على شوف كاع اللاعبين ان شاء الله يكونوا مزيانين وتبارك الله عليهم. وراه كاين شحال من اللاعب اللي كيكون يعني بدايه هذا ومن بعد كينضج وكيولي هذا، وهذا هو هذا هو لاعب ديال الكره. اي حاجه اللي يكون فيها خير للوداد هذا الشيء اللي كاين نتمناه، ونتمناو الخير يكون ديال القرار ديال الصاط ان شاء الله. ان شاء الله يكون في صالحنا ان شاء الله خويا. ولا ما كانش صالحنا للوداد هذه راه عاوتاني نجيبوها عادي
عادي ما كاينش مشكل. شكرا لك خويا رفيق وتبارك الله عليك والله يصلح البنيه والله والله ييسر لك اخويا تبارك الله. الوليد وهذا راه ورا الشعير عنده ديال طوطي هذا خصو يكون لاعب ديال الكره هذا ان شاء الله. الله اخويا كريم تيطلع هذاك ان شاء الله ان شاء الله لماذا ان شاء الله عنده عامين وكيضرب كره. واش قوشي ولا واش قوشي ميكازا عنده عامين غيضربها من الراس يزيد ما تفكرش. واش قوشي 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 واش قوشي لا ايمني ايمني وحنا خصنا ريال قوش دابا وان شاء الله لماذا ان شاء الله. ويبدا يضرب ديك ميكازا راه الدري عنده عامين راه غتخولي الركابي مسكين ما غايجي فيني وقفت يولي مسكين شري لي كره صغيره بالميكازا بالميكازا. وشوف والله الا بالميكازا شوف راه عندنا واحد المشكل حنا في التكوين راه حتى الكرات اللي كيلعبوا بهم الدراري الصغار خصهم يكونوا صغار كيكونوا سايز صغيره خمسة ولا أربعة باش حتى الدري كي لا فراب كيتعلمها. وهذا ملي كتعطيه كره كبر من هذا راه كتاثر عليه وكتاثر على على على, 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 على يعني لا كرواسونس ديالو. تبارك الله اخويا رفيق وبقى دائما معنا وتبارك الله عليك اخويا وشكرا تبارك الله عليك اخويا شكرا والله يوفقوا ديما وداد ان شاء الله. السي رفيق معنا من المحمديه. الاخوان اللي معنا في اللايف حاولوا تدخلوا معنا للقناه ديال يوتيوب ماروك سبور 24 تي في وفعلوا الجرس باش يفعلوا لنا القناه باش على الاقل يعني نعودوا نلوحوا فيها. غادي يكونوا برامج نلوحوا فيها فيديوهات وان شاء الله غادي نعودوا نلوحوا فيها تقريرات وان شاء الله غادي يكونوا برامج ديال الوداد قبل المقابله بعد المقابله تحليل مع الاخوان. غيكون معنا السي محسن طبيعه الحال رشيد كاين حمزه كاين يونس كاينين اخوان اللي غيلتحقوا بنا. اذا حاولوا تفعلوا الجرس في القناه ديال يوتيوب ماروك سبور 24 هيا على الشاشه باش توصلوا بجميع لي نوتيفيكيشن ديال البرامج ان شاء الله. الاخوان اللي معنا في اللايف حاولوا تصيفطوا لنا المدن نشوفوا الوداديين فين كاينين في المدن ومرحبا باتصالات ديالكم ناخذوا واحد الاتصال ولا جوج على اكثر تقدير باش 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 نختموا هذا اللايف. غادي نعطيو واحد الخلاصه ان شاء الله غدا ان شاء الله المقابله الثانيه اللي هضرنا عليها مع جمعيه ساله غتكون على الساعه الرابعه. اذا الاخوان اللي عندهم بوسيبيليتي باش يمشيو يتفرجوا يمشيو يتفرجوا ومنين نديروا اللايف ان شاء الله غادي نهضروا على 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 المقابله لما لا يعطيونا الاخبار على الفريق وهذا نتمنى ولا كان شي شي لايف. نعم سيدي هو هو راه تيكون تيكون ممنوع الحضور ديال الجمهور اخويا كريم. ما يدخلوش المقابله اللي بدون جمهور ما كاين. ايوا صافي لا ما كيمنعوا تماما. ايوا صافي ماشي مشكل. اذا صافي الا كان شي حاجه ولا كان شي هذا راه غادي نهضروا عليها ان شاء الله. سي رشيد الحسيني كيقول لك انا من الليل مرحبا بك اخويا مرحبا بك ومرحبا بك معنا في اللايف. نقراو بعد لي ميساج. اوطاوا معنا نبيل بالعيد من اوطاوا سيمو واك من الدار البيضاء خالد دوارك من اكادير كازا حاضره من طبيعه الحال. هذا ميساج زوين جاد انواري قلعوا منين من مدغشقر. سيدي الله يلا برافو على الوداديين حاضرين. الا كنتي من مدغشقر واش واش انت ساكن حدا احمد احمد مرحبا بجاد مرحبا بك من مدغشقر. غنمشيو لحد السوال من عند ماد نبيلي ايوب سوي كازا مرحبا بايوب ايوب ايوب اقصبي صديق ديالنا وي عبدو حكيم من اوكرانيا برافو. ها وعندك غدا هادو صحاب هاد المواقع غدا ياخذوا هاد القضيه ديال مدغشقر يقول لك راه الوداد صيفطاتو عند احمد احمد ولا راه غدا تلقاو برافو. راه داك النهار كان معنا واحد من دار السلام من تنزانيا واحد من اليابان والوداديين في جميع العالم. كاين اخ معنا من اوكرانيا عبدو حاتيم كاين بوزنيقة نور الدين دازي اللي كان معنا مرحبا. صلاح من اكادير الصديق ديالنا صلاح زهار. انس من المانيا انديامو انس انديامو دار البيضاء الكبرى مصطفى دي ديما وداد تبارك الله عليكم الاخوان. يوسفيه معنا رضوان تبارك الله عليكم كازا بوسكورة عبد الله الفاضلي وطاطا بوخريس بلا ما تقولها بوخريس خويا بوخريس راك معروف. امر رضا شاكور من تمارا سيتي هاي هاي من سيتي ولا من
إذن ألبيرتا حميد صديق ديالنا من أربيطة، حميد سيسي من أربيطة. إذن دبي معنا تيا حاضرة، عصام صديق ديالنا نندي مرحبا، باريس حاضرة. إذن أنتم كتشوفوا الإخوان ودادين العالم، نور الدين واك من الدار البيضاء راك معروف أخويا نور الدين. أردوارد من مدريد مرحبا، مراكش عمر ريان تبارك الله عليكم الإخوان ديالنا دائما متعلقين. رشيد بونويخا كريم تبارك الله عليك، ليل مدينة جميلة بفرنسا، أديتنا أغوزول، أديتنا أغوزول أبا رشيد شحال حنا كنغوتو عليه باش يجي الوداد، ديتو لينا مرحبا. نتمنوا له التعلق، أغوزول لاعب واعد ديال الكوكب المراكشي، ادى لينا إيطاليا أتلانتا أتلانتا إيطاليا تركيا. زوينة هاد المدينة في تركيا، مدينة جات على البحر، جميلة جدا هاد المدينة. سي عبدو دريس من كازا، العيون الله الله زوينة العيون، إبراهيم والحاج العيون، شمس الناس حاضرين ديال الأقاليم الجنوبية ديالنا كنوجه لهم التحية. كازا بوسكور عبد الله الفاضلي، أنت كنت يا عمر ريان، إنارة في الإنارة مرحبا. إذن رشيد من الجزائر صديق ديالنا، رشيد المحب ديال رشيد ديالنا ديال روشدي اللي كان تبعو في رشيد شو، تحية ليك. الحسن من الريش، الريش في كاين هاد المدينة قول لنا أخويا مرحبا. مصطفى مرشد من كازا، كازا سهيل، إخوان ديالنا درب غلف مزيانة، درب غلف فلوريدا ياسين ولد تبارك الله عليك، شيشاوة مصطفى بكار تبارك الله عليكم. هادشي باش كيعجبني، كنبغي نعرف الإخوان ديالنا والوداديين اللي كاينين في العالم. شكرا لكم وشكرا لجميع الإخوان اللي منضمننا في هذه الحلقة الليلية وهذا السهر الليلي معكم أخوتي. إذن السي رشيد إلا كان شي نديرو شي خلاصة لهذا المحاور هذا باش نختمو هذا اللايف هذا، والموعد ان شاء الله يتجدد غدا ان شاء الله. كانوا لي كومونتير يقراهم وصافي، كانوا لي كومونتير باش يقراهم واخا سير سير. لا راه تقريبا لي كومونتير اللي كاينين دابا هي اسماء المدن، ما يمكنش لينا نرجعوا لهذوك لي كومونتير الاولى، لا ما يمكنش صافي ماشي مشكل، كيفوتوا ما يمكنش لك تفضل. غير حاولوا الله يجازيكم بخير القناه ديال يوتيوب باش يفعلوها لنا، الله يجازيكم بخير يعني بعد شي شويه من تفعيل القناه، الله يجازيكم بخير. ماروك سبور 24 تي في وفعلوا الجرس. سي رشيد بالنسبه لقضيه الطاس كيف ما كنقولوا دابا ظهر واحد المستجد ديال واحد الشخص اللي كان تقريبا مع الوداد في سويسرا، وكتب واحد القرار ان اللقاء ان القضيه ديال الوداد صعبه جدا. انا غنقرا الاخوان كيف صعبه، انا صعبة على الطرفين. يلا زيد دابا حنا سالينا الحلقة غندوحو تاني من جديد. سير اخويا يلا كمل، شكون هذا؟ شنو هذا سميتو ديال الماحي ولا سميتو ديال الاستاذ خليل بوبحي؟ بوبحي تحية الاستاذ ماحي تا هو كان معنا البارح، مرحبا. غير واحد دقيقة بس. ها هي لقيتها، قال لك سيدي نشر الأستاذ خليل بوبحي عضو بغرفة تحكيم الرياضي المغربية قبل قليل ما يلي: شرفت النهار اليوم بالحضور إلى جانب نادي الوداد الرياضي في الجلسة السرية التي أعقدت محكمة التحكيم الرياضية بلوزان السويسرية. بكل صراحة كان هناك نقاش قانوني رياضي راقي من المستوى الرفيع، سواء من جانب هيئة دفاع الوداد الرياضي أو من جانب دفاع الكونفدرالية لكرة القدم وكذا هيئة دفاع ترجي. صوت أخويا محسن، أخويا رشيد جانب إن سبق حول الجانب المصاري ثم الاختصاص ثم مناقشة الموضوع.
كما تم الاستماع خلال هذه الساق للشهود وهم الحكم بكاري قاسما بواسطة الهاتف ومن دوم المقابلة أحمد ولد يحيى ثم لعميد الوداد الرياضي في تلك المباراة كيف نصير بواسطة سكايب وهي شهادات صبت في مجملة لصالح الملف المغربي. المرافعات كانت مطولة تشبت فيها كل طرف بدفعاته وحججه. الهيئة التحكيمية طرحت بعض الأسئلة على الشهود، كذلك تم طرح بعض الأسئلة على دفاع الوداد وترجي بخصوص بعض الطلبات قصد توضيحها. الملاحظات الأساسية هي أن الحكم ومندوب مباراة كذلك أكد أمام الهيئة التحكيمية ما جاء في تقاريرهم بأن فريق الوداد الرياضي لم ينسحب وأنه رفض اللعب بعد تسجيل هدف لغياب تقنية الفار، وأن الظروف الأمنية لم تكن متوفرة في الملعب. دفاع الكاف يطلب رفض استئناف الفريقين، هذا هو المهم، أن دفاع الكاف يطلب رفض استئناف الفريقين لعيوب شكلية، وكذا يطلب تأييد قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة اللقاء. فريق الوداد الرياضي يتشبث بأنه كان ضحية لإخلالات تنظيمية ممنهجة من طرف الجهات المنظمة وهي الجامعة التونسية، والترجي نتج عن عدم إجراء المباراة في ظروف أمنية مواتية في ظل غياب العدالة الكروية التي يضمنها استعمال تقنية الفار، مطالبا بإعلانه فائزا بالمباراة. فريق ترجي تونسي يتشبث بأن اللجنة التنفيذية للكاف غير مختصة لإصدار هذا القرار، ويضيف أن استئناف فريق الوداد الرياضي بمجموعة من الاختلالات الشكلية، وأن فريق الوداد الرياضي هو الذي استعمل سلوكا غير رياضي برفضه الاستمرار بلعب المباراة، وبالتالي يطلبون بالقول بعدم اختصاص اللجنة التنفيذية لإصدار هذا القرار، واحتياطيا تزكية فوز ترجي باللقب. بخصوص الهيئة التحكيمية، وهنا في كاين السي كريم مربط الفرس، بخصوص الهيئة التحكيمية يصعب عليها كثيرا الحسم في هذه الطلبات بسهولة، لأن الموضوع معقد نوعا ما بشكل كبير، وهذه النازلة هي الأولى من هذا النوع أمام الطاس. لكن وبتجميع المعطيات القانونية حول الموضوع وبصفتي متخصص في مادة المنازعات الرياضية، أقول أن قرار المحكمة الرياضية لن يخرج على إحدى الحالات التالية: عدم قبول استئناف ترجي والوداد شكلا، مما يعني ضرورة تنفيذ قرار الكاف المطعون فيه بإعادة المباراة، عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للكاف لإصدار مثل هذا القرار وبالتالي إلغائه مع إحالة الملف على اللجان المختصة داخل الكاف، وهذا في صالح الوداد لأن لم تلغى القرار ومشلل هذا الكاف راح يكون في مصلحة الوداد الرياضي. ثالثا، قبول استئناف شكلا وموضوعا بتأييد قرار إعادة المباراة بين الفريقين، وهو في حد ذاته مكسب لفريق الوداد الرياضي بالنظر للمعركة القانونية أمام طاس بعد إنصافه من طرف اللجنة التنفيذية للكاف. إجمالا، الملف المغربي ملف قوي، وكانت هناك استماتة صبيحة اليوم من طرف الوفد المغربي في الدفاع عن النزاهة الرياضية في الكرة الإفريقية عموما وحماية مصالح كرة القدم المغربية بشكل خاص، ومستقبلا على اعتبار أن الملف الوداد الرياضي اليوم أمام طاس هو شموخ للكرة المغربية وتحول كبير في مواجهة الاختلالات التسييرية داخل الكاف. هذا هو الشيء اللي كتب الأخينا وصديق الأستاذ خليل بوبحي مشكورا، يعني كيوضح الصورة هنا الإخوان كاملين غادي يدخلوا يقراوا هادشي، راه بارطاجيناه في الصفحة ديالنا، يدخلوا يقراوا ويفهموه مزيان، لأن الأخ وضح الصورة بواحد الشكل كبير، يعني الأمور واضحة وكل الأمور تسير في منحى الوداد. في حالة عدم فوز الوداد فإن الشرط اللي غادي يكون هو إعادة اللقاء في الملعب محايد، وهذا في مصلحة الوداد بغض النظر كيف كانت النتيجة، هي في مصلحة الوداد. أخ السي رياض ذاويك يقول لك أحلى حاجة هي النحلات المصورين في جيوبك، أيه هادو زوينين استيل، شوف اليوم راه مستيلي خوك وداك الشيء ديال الميريكا، راكم ستيلي سي مسلم روفيكس قال لك جبتي لنا الناموس اخويا كريم. مرحبا اخويا دنيا هانيه وتستيلينا اليوم، فهمتي؟ بعد الناس كيبغوا يديروا ستيل ديالهم، ستيل ديالي انا. مرحبا اخويا، مرحبا بكم، ماشي مشكل. قصدي شريف خويا ايوب كيهضر مع رضا،
لقاء طريق الإعارة. إذن عبد الفتاح قال لك اللقاء في طريقي إلى إعادة أخي كريم. قلنا الأسبوع الماضي قلنا رأى إن شاء الله. شوف أنتم ماكم مخلوعين بحال إحنا وصلنا للفينال بالدفال، وراه وصلنا للفينال عن جدارة واستحقاق. ولكن إعادة الماتش إن شاء الله تكون الوداد إن شاء الله فائزة بالكأس. معنى الكلام أن اللقب لن يمنح لأحد الفريقين. سي هشام المفت هذا الشيء اللي كاين. كريم خويا قال لي بان غي يتعاود بان لي غي يتعاود. هذا الشيء راه قلنا راه ممكن واحد 70% يقدر يتعاود الماتش، شي مشكل. هانية الوداد هذه راه 5 سنوات الأخيرة كلها كانت الوداد في الطوب، والوداد راه تربعت على العرش إفريقيا ب 63 نقطة عن جدارة واستحقاق. راه ماشي كانوا كيدفعوا بينا وصلنا في فينال غير هكاك. هذا راه العمل ديال واحد الطاقم وديال جميع الفعاليات ديال الوداد. سي سعيد من زاكورة مرحبا، زاكورة مرحبا بالناس ديال زاكورة. إذن السي محسن ناخذ كلمة أخيرة باش نختمو، والسي رشيد راه عطى الخاتمة ديالو. ناخذ كلمة أخيرة السي محسن. وكنظن دابا خويا كريم الكل ما بقاش بزاف القرار ديال الطاس، يعني على أقصى تقدر تقريبا أقل من 48 ساعة، يعني تقريبا الحكم ديال الطاس. دونك نسينو الحكم ديال الطاس، وانا داك لي كل حادثين حادث كما يقال. وبالنسبة الإدارة ديال فريق الوداد، فتنظن ان ان شاء الله الناصري العودة دياله ربما غيكون كنظن اليوم غيكون رجع للمدينة البيضاء. فيجب التفكير في الموسم القادم، وكذلك هذا ربما التوقيع مع اللاعبين ما حد ان هنالك وقت ديال البريباراسيون، هذا بين قوسين. في حالة خويا كريم معايا؟ معاك اخويا، معاك. السي محسن كنظن ان محسن تقطع عليه الخط. سي رشيد بقى معايا؟ باقي معايا؟ لا، اذا رشيد باقي معايا. كنظن محسن اللي ما عرفش كيفاش تقطع عليه، اذا نحاولوا نربطوا به الخط. كما قلنا، اذا محسن والناس الاخرى قال لك يعيط. سي محسن غير قطع اخويا محسن، لان ما تقدرش تدخل معنا. ناخذ من عنده كلمه اخيره. اذا الاخوان ان شاء الله العصبه 3. سي محسن كمل اخويا، تقطع من عندك. ولا مشكل ديال الكونيكسيون شويه بحال شويه ضعفت. على كل شوف خويا كريم، كما قلت لك الاهم دابا هو ان الناصري العوده ديالو كنظن انه رجع اليوم المدينه الدار البيضاء، فخصو يفكر في الموسم القادم، يعني الانتلابات اللي خص الفريق، خاصه في ظل ان هنالك المجموعه من بيلي ديال الفرقه اللي عندهم عروض، وضروري يتم تسريح لاعبين، لان صعيب انك تبقى قابضهم، وسواء الاكراه ديال لي كونطرا ديالهم اللي قربوا يسالي، اولا ربما الاهميه ديال العروض اللي وصلوهم، يعني ولو يبقى معك اللاعب تبقى شادو، يعني الاداء ديالو يقدر ما يكونش واحد المستوى كبير، لان غيحس انه ربما ضيع واحد الفرصه في المسار ديالو اولا في المستقبل ديالو. فنتمنوا اخويا كريم ان الامور تمشي مزيان، وان الناصر يعرف يجير هذه المرحله، لان مرحله جد مهمه، لانها بدايه الموسم، وربما اذا تم تدبير هذه المرحله بواحد الطريقه اللي جيده، يعني لا فيما يتعلق مثلا بالانتدابات، وكذلك بالتحضيرات، والمدرب الى توفق واعطى اضافه لفريق الوداد، فتنظن ان الناصري غيمشي في هذاك المسار الناجح اللي بدا به مع فريق الوداد، لان شفنا منذ البدايه ديالو في 2014 هو غادي بواحد الشكل تصاعدي. نتمنى ان الامور تمشي في هذا المسار، وكذلك ان الناصر ربما يعيل اهتمام لبعض الامور اللي ممكن تساهم في التطوير ديال النادي، باش
وكذلك غتسهل عليه بزاف ديال الامور اخويا كريم. ونحييوك سي كريم ونحيي كافه الاخوه اللي كانوا معنا المتفاعلين وكذلك الاخوان اللي كيصيفطوا لي في الواتساب. واحد الاخ يصيفط لي في الواتساب كيقول لي قول لي انتدابات. واسي الله يجازيك بخير السي حفيظ كنظن اسم ديالو شتا في الواتساب. راه حنا دايرين لايف اخويا، بغيتي تسول طلع لعنا في اللايف راه غادي اي سؤال بغيتي راه نجاوبك عليه اخويا. راه ما يمكنش ليا نجاوبك في الواتساب وسيرتو انا داير اللايف. انا راه كنحاول نجاوب، راه كنجاوب ما والله الا كنجاوب تقريبا واحد ال100 ولا 150 ملي كنسالي اللايف راه كنحاول نجاوب كاع الاخوان. وهذا راه ما يمكنش ملي يكون داير لايف نجاوب اخوان في الواتساب. الله يجازيكم بخير. عذرونا الا ما قدرناش نجاوبكم، راه كنكون عندي مكالمات بزاف ومحيتي البرنامج والمحاور. اذا الله يجازيكم بخير. نقراو بعض لي ميساج. في حاله ايوب وحيد كيقول لك في حاله الا تعاود الماتش واش ممكن يلعبوا اللاعبين الجدد. سي محسن هو اخويا كريم هذه الحاله يعني اول خطره كما قلنا هذه المساله اول خطره غتوقع في التاريخ هذه المساله هذه الفضيحه ديال الرادس. دابا في حاله الا غتعاود المقابله هنالك مجموعه من الاحتمالات منهم انهم يحتفظوا غير باللاعبين اللي كانوا يلعبوا المقابله ديال الاياب، وهنا غيتطرح مشكل كبير للفريق ديال الترجي اللي مشاو ليه لي بيلي ديال الفرقه. ثاني حاجه في حاله الا فتحتي مثلا باش نقول لك اخويا الا فتحتي عاوتاني اللاعبين الجداد اللي تم الانتداب ديالهم يعني غتخرق هذاك القانون ديال بان اللاعبين اللي مقيدين في اللائحه الافريقيه هما اللي عندهم الحق انهم يلعبوا. يعني هاد يعني ممكن في حاله الا تعادلت المقابله ممكن نشوفوا شي حاله خاصه اللي هي انه ممكن على ما اظن اخويا كريم تقدر تعطى فرصه للاعبين الجداد انهم يلعبوا المقابله لان ما كاينش حل. وحتى فريق الوداد الى لاحظنا اخويا كريم ان حتى المدرب دابا ديالو البنزرتي ما بقاش. يعني في حاله الى غتلعب الوداد مثلا باللعابه مثلا تقول لهم الناس اللي حضروا في المقابله ديال الاياب هما اللي يلعبوا يعني هذا المدرب ما عندوش الحق انه يكون في البونتوش. يعني الامور جد معقده. نسينو بعد الحكم ديال الطاس ونتمنوا انه ربما يكون فوز ديال فريق الوداد. في حاله الا كانت اعاده المقابله فغنسينو اخويا كريم ان ولا الاخ اللي طرح السؤال نسينو شوفوا لك كيفاش غدير في هذه المساله وهذاك الشيء راه غيكون ضروري بالاتفاق مع الاتحاد لا فيفا ممكن يستشروا مع الخبراء ديالهم وداك الشيء لان كنظن الحل الوحيد هو انهم يفتحوا المجال لان فريق ديال الترجي راه مشاو له بزاف ديال اللعابه وصعيب انهم فهمتي يفرضوا عليهم يلعبوا بدون هذوك اللاعبين الجدد. واخا بالنسبه للسي محمد واك خويا واش الكاس باقي عند الترجي ولا رجعوه؟ هو اللي في خبري اخويا كريم هو ان الميداليات والكاس ما بغوش يردوهم لانهم طعنوا قال لك زعما راه هذاك القرار ماشي قانوني ودفعوا تاهما الطعن ديالهم للطاس باش يشوفوا القرار ديال الطاس فما ردوهم مازال ما ردوهمش اخويا كريم باقي ما ردوهمش ما عرفتش كيتسناو ما فهمتش ايوا كيتسناو اخويا كريم يغسلوهم شويه مزيان راه وخصهم يدوزوا عليهم شويه هذا ويدوزوهم معاك في اللايف غير ما تنساش انا قال لي انا معاك في اللايف غير ما تنساش انا كنهضر معاك واخا مرحبا خويا انت دابا راه قلنا حنايا انت دابا تهضرنا عليهم وكنا هضرنا على شو كريم نعم سيدي كريم غير الاخ نوضحوا لي مع دابا هو الاخ صعيب ان الواحد يكون كيدير البرنامج ومركز على الافكار ويبدا يجاوبك في الواتساب غتكون شويه صعيبه غيتشتوا لي الافكار ديالو غير هو خويا يشوف الانتدابات لحد الان اللي كاين الكعبي كاين نجم الدين هذا اللي كان في الكوكب هذا الموسم وما لعب مقابلات يعني شي 19 مقابله وما كمل الموسم بواحد الطريقه اللي سيئه كاين هيثم البهجه اللي كان في الاتحاد الرياضي السالمي وكذلك لعب في الرجاء بني ملال يعني هادو انتدابين اللي جد متوسطين يعني ما غنحكموش خاصه هيثم البهجه ما كنعرفوش ولكن يعني كيبقاو انتدابات ماشي وازنه يعني بهذا المفهوم مازال الاداء ديالو ما نحكموش عليهم ولكن كيبقاو بالنسبه للكعبي اللي تيبقى المستوى ديالو اللي ربما معروف. اما اللاعب كركاش راه الامور حتى كانت قريبه ان اللاعب يسني 3 سنوات في الوداد ربما تدخلوا بعض الاطراف وكذلك ربما بعض الامور باش انه يفشلوا الصفقه فغنسينو الناصري منين غيرجع يشوف واش يكمل مع كركاش
يعاود يتفاوض معاه ويردو. وفي حاله الا ما بغاش راه كنظن حتى حنا راه ما واقفين شراك الكاش. وكاين كاين هنالك ربما الوداد باغا تجيب ظهير ايسر ممكن مدافع كيفكروا حتى في مدافع لان ممكن يقدر يمشي كومارا ولا داري اما هذا العام ولا في ميركاتو الشوي العام الجاي. كاين الحداد راه غيمشي وكذلك اوناجم حتى هو الحداد 99% اوناجم بنسبه كبيره. ف كيفكروا في بديل جناح بديل ممكن كاين بزاف ديال الخيارات ومهاجم عندك سالطو عندك كاسونغو ديال الزمالك عندك مورينكا عندك مدافع او اريير غوش ديال بريميرو اغوستو عندك اريير غوش ديال فيتا كلوب. يعني مجموعه من الخيارات اللي متاحه نسينو الامور الرسميه لان دابا واخا نعطيو اسماء كيبقى المفاوضات راه كتعرف راه يقدر كتكش حتى انه كان غير بس ديال التوني ديال الوداد انه كيسينو غير باش يقدموه وفي الاخر ولات ان كلشي رجع للزيرو. تفضل اخويا السي علي كوكي كيقول لك نشكركم بزاف تبارك الله عليكم الله يحفظ. شكرا اخويا هذا واجب اخويا. في نظري المباراه لن تعاد وهذا الشيء اللي كنتمناو بصلاح الشيء اللي بغينا. كركاش لم يتعاقد مع الوداد رجع المعسكر الله يعاونه الله يسهل عليه. راه حنا قلنا كنتسناو القرار ديال 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 الطاس وان شاء الله غادي يكون خير. خويا كريم تمناو خويا كريم تمنى تنصحنا فاش وانا راه انا خاص لي ينصحني انا انا كتحسبني زعما وانا راه انا حتى انا خاص لي ينصحني. مرحبا اخو نصحوا بعضياتنا هذا الشيء علاش حنا هنايا. مرحبا رسميا بدر ماروكس فوات بن عاشور في محمديه قلناها راه مشى المحمديه الله يسهل عليه. هذه عندك كاينه ايوب شاكور ايوب هذا نتمنى نكونوا قدمنا هذا رشيد كان قرات الميساج ديال رشيد. تبارك الله عليك اخويا كريم تبارك الله عليك شكرا لكم ثانكس جود جاب. مرحبا اخويا زكريا المنور. اذا غدا ان شاء الله غادي ان شاء الله نكونوا في حلقة جديدة إن شاء الله. آخر المستجدات بالنسبة للفريق ديالنا الفريق الأحمر ما تنسوناش باللايكات ديالكم ما تنسوناش بالتفاعل ديالكم معنا وراه كنحاول واخا كتصيفطوا لي ميساجات راه ما كنقراهمش راه كنحاولوا نجاوبوا عليهم يعني على قد المستطاع. حاولوا تساندونا. سي هشام موف كيقول لكم مشكل أن الوداد غير مستعدة لإعادة اللاعب مقابلة في ظل الظروف الحالية. بالعكس الوداد مستعدة واسترجعت اللاعبين اللي كانوا معتين بحال أوناجم وراء المتر هذا الترجي اللي عندهم مشكل لان كاع اللعابه مشاو اليوم خويا كريم لان الترجي ربما المهمه ديالهم اعقد من فريق الوداد. فريق الوداد ايه مشى له المدرب وكذلك ربما استعداد شويه كانوا متاخرين ولكن الفريق ديال الترجي لي بيدي ديال الفرقه راه ما كاينينش. ومؤخرا سمعت بان هذا كوليبالي راه تضرب واقيلا لمده شي 3 اشهر ولا 4 شهور يعني حتى لا تعاد المقابله ما غيلعبش. فرونكوم اللي كيلعب حداه راح مشى للريال القطري بقير مشى للابها السعودي عندك معايا اخويا الكريم معاك اخو معاك رشيد اللي عنده كونيكسيون ضعيف. سي يوسف بنتو ختمان كيقول لك الريتش حتى قويله سولتو على الريتش فين كاينه قال لي الريتش حدا قال لي الريتش حدا الرشيديه. مرحبا مرحبا بالناس ديال الرشيديه. إذن الإخوان ديالنا قالنا إلا أن نودعكم وغدا إن شاء الله لايف جديد إن شاء الله آخر مستجدات إذا كان شي أخبار جديدة بالنسبة للفريق الأحمر غادي نهضروا عليها ونحاولوا ما أمكن. هو كريم نعم سيدي هو اسمح لي مع التقطع ما عرفتش كاين مشكل ديال لاكونيكسيون على كل شو خويا كريم غير كما قال سي هشام هو راه المساله ديال الترجي اللي عندهم امور معقده كما قلت له راه كوليبالي راه تقريبا 3 شهور تعطب ولا 4 شهور ما غيلعبش يعني ما غيكونش في المقابله ديال التعادل. فرونكو اللي كيلعب حداه راه مشى للريال القطري بقير مشى لابها الشعراني مشى لانطاليا سبور في تركيا. اللاعب ايمن بن محمد لارير غوش ديالهم راه ما باغيش يجدد مع الفرقه راه غيمشي لشي فريق ربما على ما اظن غير يرجع للسويد ولا شي حاجه بحال هكا. عندك اللاعب لوكوزا المهاجم مضروب عندك الخنيسي وكذلك معز بن شريفيه الله يديرو عرس عندهم كونجي
عندك البلايلي يلا كيرتش واخد يلا سير لاكان، يعني عندهم الامور معقده اكثر من فريق الوداد. ربما الوداد مساله اللي شويه صعيبه، هما غادي يبغوا يطرحوا هذاك الطرح الا كانت اعاده المقابله، يبغوا يطرحوا هذاك الطرح ديال يلعبوا باللاعبين الجدد، ولكن لا اظن ان الناصير غادي يبغي ولا الوداد غادي ماشي الناصير. لا ممكن لاكاف اخويا كاين، وكتعرف لاكاف تقدر دير يعني محاباه ممكن هادشي داش، لان حتى فريق الوداد اخويا كريم راه الا كانت الا ما كانش غيطبق هذاك القانون راه غيكون ما غيكونش المدرب مانولوفيتش ما غيكونش عنده الحق انه يكون في البونتوش، ماشي لانه ما كانش ايوا سي نورمال. اذا ماشي مشكل، حنا غنشوفوا هذه القضيه هذه وغنتبعوا نتبعوا هذا القرار اول باول. نعم السي رشيد، الامور ديال المدرب لا ما كتعلقش بحاله بحال اللاعبين، فهمتي؟ على ما كيكونش اومولوجي اللي كان اومولوجي في داك الماتش. لا راه في دو ماتش اصاحبي، راه في دو ماتش نو. لا المدرب ما كتكونش عنده كما كيكون بعيد على هادشي، يعني المدرب كنشوفوها بزاف الحوايج شحال من المقابله كتعاد وكيكون مدرب اخر، واخيرا في الماتش ديال على ما اعتقد فشي لقاء كانت عاودوا غير بالدوري الفرنسي كان مدرب واخا، يعني الامور ديال المدرب كتكون بعيده وانا متاكد من هذا الكلام، بينما اللاعبين كتكون على حسب اللائحه، يعني المدرب راه يقدر يمشي في اي لحظه واخا. اذا باش ناكد لك هذه المعلومه، يقدر يلعب معك حتى العصبه يبداها معك ويفسخ معك التعاقد ويمشي عند فريق اخر ويلعب العصبه ويقدر يدرب، ولكن هذه راه حاله خاصه اخويا رشيد، راه ماشي مساله شي دابا الفرق. لا ما نقول، شوف المدرب كيكون بعيد على هذا الشيء ماشي بحال لاعب. نتاكد ان شاء الله الى نتاكدوا من هذه المعلومه ان شاء الله ونهضروا عليها ان شاء الله في الحلقات المقبله. مأكد منها مليون في المئة. أنا صافي سيدي تيقناك صافي أخويا، ماك أخويا بغيت تدار معنا أخويا رشيد ولا شوف تيقناك أخويا. احنا شوف الوداد راه تلعب بلا مدرب إن شاء الله وبإذن الله وتجيب الكوب، لما لا إن شاء الله. إذا إخوة ديالي تبارك الله عليكم، ثلاث ساعات كدوز خفيفة ظريفة معاكم، ما كنسخاوش بكم تبارك الله عليكم. بغيت نشكر كاع الاخوان اللي كانوا معنا في هذا اللايف، كنشكركم بزاف، كنشكروا على يعني التفاعل ديالكم معنا والسهر ديالكم معنا، هادشي كلشي كيزيدنا حماس وكيزيدنا يعني باش ان شاء الله نزيدوا القدام ونعطيوا الافضل ان شاء الله والافضل قادم باذن الله. اذا السي رشيد تبارك الله عليك، وكان نحييك وكنحييو فيك هاد الشجاعه ديالك. والسي محسن المتألق دائما كنشكروك وكنشكر كريم. كريم الشجاعه ديالو جابنا الكاس من الطاس اخي كريم، واه جبنا اخويا مشي اخويا جبنا الكاس اخويا جبنا الكاس اخويا بغينا الكاس. واذا كان اخويا انا عايشه في المغرب مازال في الثنايا في مرحبا راه نفسي يجي في الاخبار كريم. واذا كان رشيد يقولوا لي الشجاعه ديالك الناصر اش تنقولوا لي اخي كريم؟ والناصر والله المكرات انا كل كان جميع الوداديين ولا الوداديين يمشوا يستقبلوه في المطار وهذا والله مكرات شي كريم شي كريم شي القضيه ديال الناصر شي ديك القضيه اللي كان غيدير القذافي داك الجيش ديال افريقيا ويحكم على افريقيا يا السي ديال الناصر ان شاء الله لما لا. وراه دابا بين لهم القوه ديال الوداد والقوه ديال حسين غادي السيري الناس ديال الوداد. سي محسن راه كتعرف هاد الوقيته واقيلا كتشرب السيره وكت سير اخويا سير اخويا ارتاح راه شفت القيته اش بينا وبين شي قدافي، حنا كنا كنهضروا على جبتينا القدافي الله يرحمه الله يوسع عليه الله يسر ليه سيدي تبارك الله عليكم. نعم سيدي وراه هادو راه ماشي خصهم القدافي، هاد الترجي راه خصهم شي حاجه اكثر من واه شي دبر راسهم عطونا حنا غير الكوب والله يعاوننا يعاونهم. شكرا لكم اخوان تبارك الله عليكم والى الغد ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. إذا كنت من عشاق الرياضة، إذا كنت متيما بعشق وداد الأمة ومهتما بأخبار القلعة الحمراء، تابعوا برنامجكم ساعة مع الحمراء، برنامج للشعب الأحمر ولمغاربة العالم.
مستجدات أخبار الوداد. ساعة مع الحمراء، أول برنامج ودادي 100% رصد ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة تهم نادي الوداد الرياضي البيضوي عبر قناتكم ماروك سبور فانت كادخ على اليوتيوب. كونوا في المتابعة. إذا كنت من عشاق الرياضة، إذا كنت متي